يا مساء الفل وجمال على حضراتكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من بي اون تايم. وزي ما احنا متعودين دايما بنبتدي حلقتنا وكلامنا مع حضراتكم باهم لقاءات اليوم. النهارده عندنا لقاء وحيد في بطوله كاس مصر، لقاء اسوان والمصري البورسعيدي في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر في تمام السابعه مساء. سؤالنا لحضراتكم على صفحات اون تايم سبورتس على السوشيال ميديا، لو هتختار تشكيل لمنتخب مصر الاول النهارده، مين هو التشكيل الامثل من وجهه نظرك؟ احنا عارفين ان احنا داخلين على فيفا ديت، داخلين على توقف دولي لكل المنتخبات، ولكن منتخب مصر طبعا بعد تاجيل التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فمش هيكون في تجمع لمنتخب مصر، فعايزين نعرف منكم وجهه نظركم. نتكلم بقى في الكوره شويه، شايفين انه لو دلوقتي كابتن حسام البدري بيعمل منتخب لمصر، مين احسن الاسماء وافضل الاسماء سواء بالنسبه للمحترفين خارجيا او المحترفين داخليا؟ ابعتوا لنا على صفحات اون تايم سبورتس وهندردش مع بعض في هذه الاسماء على مدار حلقتنا النهارده. بدايه كلامنا مع ابطال افريقيا، رجاله نادي الزمالك، ابطال نادي الزمالك، لاعبي نادي الزمالك لكره السله، الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك، ابطال افريقيا اللي بيحصلوا على بطوله افريقيا لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخ نادي الزمالك، والمرة الأولى اللي بتكون فيها هذه البطولة برعاية الـ NBA. رجالة نادي الزمالك في هذه البطولة عملوا تفاصيل وعملوا إنجاز من الصعب إن هو يحصل، مش بس عشان الفرق اللي كانت موجودة قصادهم كانت فرق قوية جدا، ومش بس عشان الاتحاد المنستيري التونسي الشقيق اللي الزمالك كسبه في نهائي او في اللقاء النهائي كان فرقه صعبه جدا وفرقه شرسه جدا، وكل التوقعات قبل اللقاء النهائي كانت بتقول ان الزمالك هو صاحب الفرص الاضعف والاقل، ولكن عشان كل الظروف المتاحه، كل الظروف التي تحيط بنادي الزمالك، ظروف لا تنبئ ان فرق جماعيه داخل نادي الزمالك تقدر تحقق بطولات بالحجم ده بالمستوى ده بالامكانيات الفنيه اللي احنا شفناها لفرقه نادي الزمالك. كلهم كانوا نجوم، كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا ابطال، مش بس في لقاء النهائي قدام الاتحاد المنستيري، ولكن في كل لقاءات البطوله كانوا عند حسن ظن وتوقعات كل جمهور الزمالك، كانوا رجاله، كانوا ابطال. انس اسامه، مهاب ياسر، كيجو، يعني كل الفريق بلا استثناء كانوا فريق بطل يستحق الفوز بهذه البطولة ويستحق احترام وتقدير كل المتابعين زملكاوية أو غير زملكاوية. دي شهادة واجبة في حق أبطال نادي الزمالك اللي بنبارك لهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، هما ونادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك الكبير. وهطلع بقى من الكلام ده على جمهور نادي الزمالك العظيم. اللفتة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة في الجزئية دي تحديداً، لو بتبص على تحقيق بطولة لكرة السلة في نادي الزمالك ومن قبليها تحقيق بطولات في كرة اليد واستمرار منافسة فريق كرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لقب بطولة الدوري، حتى الآن البطل الأول في كل هذه المناسبات هو جمهور نادي الزمالك العظيم. تاني بقرر، البطل الأول والقاسم المشترك في كل هذه المناسبات اللي أنا ذكرتها لحضرتك من بطولات كرة اليد لبطولات كرة السلة، لاستمرار منافسات أو لاستمرار تواجد فرقة كرة القدم في المنافسة على لقب بطولة الدوري، البطل الأول فيها هو جمهور نادي الزمالك العظيم، جمهور يضرب بيه المثل في الوفاء والإخلاص والانتماء. برغم كل الظروف السلبية التي تحيط بنادي الزمالك في الفترات الأخيرة، عدم استقرار إداري، عدم استقرار مادي، بيبقى موجود جمهور نادي الزمالك قاحصن للاعبته، لفرقته، لناديه، يعوض تفاصيل كتيره جدا ممكن تكون مش موجوده في نادي الزمالك على قدر مقدرته، على قد ما بيقدر بيبقى بيحاول ان هو يسد اي عجز موجود جوه نادي الزمالك عشان يدعم لاعبته. شفنا كلنا في الوقت اللي غاب فيه التقدير الادبي عن فرقه كره اليد الكوماندوس كره اليد لما فازوا ببطوله الدوري، كان حاضر جمهور نادي الزمالك، حاضر في تحييتهم وفي احترامهم وفي الثناء على شغلهم وعلى مجهودهم، حسس اللعيبة بقيمة اللي بيعملوه. امبارح فرقة كرة السلة، وعلى فكرة جمهور نادي الزمالك مش بيتابع اللقطة الختامية، يعني مش بيتابع الفينالة، مش بيتابع فرقة كرة اليد وهي بتلعب الماتش بتاع النهائي، مش بيتابع فرقة كرة السلة وهي بتلعب ماتش النهائي، لا، هتلاقي جمهور نادي الزمالك حافظ أسماء كل لعيبة كرة اليد وبيتابع لقاءات كرة اليد
من اولها لاخرها. وطبعا تحيه لاداره المتحده للخدمات الاعلاميه واداره اون تايم سبورتس على توفيرهم خدمه مشاهده لقاءات كره اليد وكره السله على شاشه اون تايم سبورتس 3. دي جمله اعتراضيه يعني. هتلاقي جمهور نادي الزمالك بيتابع فرقه كره اليد من اول ماتش لاخر ماتش في البطوله، هتلاقي جمهور نادي الزمالك في بطوله افريقيا لكره السله اللي كانت نهائي بتاعها امبارح اللي كسبها نادي الزمالك بيتابع كل لقاءات البطوله من اول يوم لاخر يوم، ما جاش على اللقطه الختاميه وتابع بس اللقاء النهائي، لا وهو حافظ كل فرقه كره السله، مهاب ياسر، انس اسامه، ولتر هودج، وكيجو عارف، ومشعل، وعارف كل اللعيبه وبيتابع كل اللقاءات. حتى لو كان مع بدايه البطوله ما كانش ناس كتيره جدا بترشح نادي الزمالك انه يحصل على لقبها، بس هو داعم لفرقته بغض النظر عن النتائج، هو بيشجع فرقته عشان تكسب مش بيشجع فرقته عشان هي بتكسب، ده في كل بقى الفرق، كره السله، كره القدم، كره اليد. فتحيه لجمهور مخلص وفي هو جمهور نادي الزمالك، وهو واحد من اهم اسباب استمرار نادي الزمالك في المنافسه في كل البطولات اللي بيدخل فيها سواء في كره القدم، كره السله، كره اليد. فتحيه مره واثنين وثلاثه لجمهور نادي الزمالك الوفي المعطاء اللي دايما ورا ناديه ورا لاعبته في كل اللعبات مش بس في كره القدم. معانا على الهاتف المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك الكابتن ياسر عبد الوهاب. كابتن ياسر مساء الفل على حضرتك والف مليون مبروك. اهلا مساء الفل، الله يبارك فيك، متشكر جدا، ربنا يخليك. لسه كنت بتكلم يا كابتن ياسر انه الدعم اللي شايفه او اللي شايفاه فرقه كره السله بنادي الزمالك من جمهور نادي الزمالك اعتقد ان دي حاجه تفرق مع اللعيبه وتفرق مع الجهاز الفني. طبعا طبعا، احنا يمكن من اول الموسم السنه دي واحنا بنناشد الجمهور الانساني في الفريق ويكون داعم ليه، والحمد لله جمهور نادي الزمالك طباخ على طول، خصوصا في كره السله. الحمد لله احنا تاريخنا كبير جدا في مجال كره السله، يمكن اكبر بطولات في مصر. الحمد لله البطوله بتاعت امبارح، البطوله الافريقيه تحت رعايه الان بي اي، اول مره يكون نادي الزمالك اول فريق يكسب البطوله دي، حاجه جميله طبعا ومشرفه. خلي بالك ان تاريخ نادي الزمالك فارق عن كل الانديه في مصر لسبب، النادي الوحيد زمان يعني من الجيل القديم بتاعنا كان بيشارك في بطوله اوروبا، فطبعا دي حاجه كبيره جدا. اسم نادي الزمالك اسم كبير، وخصوصا في القاره الافريقيه، احنا جينا هنا حتى ناس الافارقه، في ناس كتير بتيجي تشجع الزمالك، يعني النادي الحمد لله اسمه عظيم في القاره الافريقيه. كابتن ياسر، هل بقى في او كان مر عليك لحظات شك خلال احداث البطوله ان نادي الزمالك ما يقدرش يوصل للمنافسه على اللقب او ما يقدرش يوصل للقاء النهائي والمباراه النهائيه؟ شوف، احنا مفهمين الفريق الحمد لله، انت عارف ان احنا معانا مستر اجوستي او كوتش اجوستي المدرب الاسباني، وانا وكمير جوده، يمكن احنا الاثنين عاصرنا الاجيال، ثلاث اجيال، انا لعبت مع ثلاث اجيال في نادي الزمالك، الحمد لله كان كلهم بطولات، يعني انا لعبت 15 سنه في نادي الزمالك، خدنا حوالي 17 بطوله، فالروح دي موجوده جوانا، فدي اللي بنملها للفريق. احنا لو بنلعب مباراه وديه بتلعب عشان تكسب، يعني مفيش تلعب عشان شكلك يبقى كويس، تطلع الناس تقول لا عامل مجهود كويس، بس يعني ما تتوقعوش طبعا التطبيق من عند ربنا كل حاجه، لكن روح المكتب وروح البطوله لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه، دي اللي احنا بنبثها فيهم دايما من اول يوم فينا هنا، احنا علينا على البطوله. طبعا مش يقين انك تكسب، طبعا الحاجات دي بتبقى انت بتعمل اللي عليك، وفي الاخر التطبيق من عند ربنا فعلا يعني. صحيح. لعبنا الماتشات خدناها تدريجيا، لان كان معانا لعيبه مشتركين كانت جديده على الفرقه، يعني ثلاث لعيبه غير المشترك اللي موجود معانا من مصر، دول عشان يدخلوا الفرقه وعشان نحصل تكامل مع الفريق، كان بصراحه مجهود شاق يعني، لان صعبه جدا في فتره قليله. فقدرنا ان احنا من خلال التدريبات ومن خلال ماتشات الودي، على لعبنا ماتش واحد ودي مع فريق انجولا وكسبنا بونت في اخر المباراه كان ودي، بعدها لعبنا فريق موزمبيق وبعدين الجزائر وبعدين الكاميرون، كل المباريات دي كانت تحضيريه للسيمي فاينل والفاينل. وفي خلال الفتره دي اللعيبه المحترفين انتمكت مع الفرقه واتجانست مع الفرقه، والحمد لله يمكن المباراه اللي السيمي فاينل كانت مباراه كبيره مع فريق انجولا، انجولا فريق كبير قوي وتاريخ في مجال كره السله، الحمد لله قدرنا نكسب بشكل كويس، المباريات كان فيها ما كانتش سهله، يعني كنت اول كوارتر وثاني كوارتر ممكن تبقى خسران، ممكن فريق القدم بيفرق عليك، لكن الحمد لله كنا دايما في الكوارتر الثالث والرابع اللي هو في نهايه المباراه بنكون احنا الافضل بدنيا وفنيا، بدليل ان السكور كمان بيخلص، يعني انجولا خلصنا 20 بونت،
امبارح في نهائي البطوله مع فريق التونسي، فريق التونسي نفس الكلام، فريق كبير جدا في السنوات الاخيره كمان، هو واخد بطولات في افريقيا يعني بعد عننا شويه يعني، لكن الحمد لله قدرنا برضو نفس الكلام نعمله، قدرنا نعمل دفاع قوي، ننفذ الهجوم الخاص بصوره جيده جدا، نستحوذ على المتابعات الدفاعيه والهجوميه، والمباراه خلصت برضو فاينل، خلص فارق 13 نقطه، فالحمد لله الصراحه صوره مشرفه. فانا بقول لجمهور نادي الزمالك الف مبروك، من حقكم تفتحوا في فريقكم، ومن حقكم يعني لازم تعرفوا كمان ان الفريق ده هو فريق مستقبل نادي الزمالك، انت بتلعب بفريق المباراه اللي هي بتلعب 10 لعيبه 11 لعيب، كل المباريات ال 12 لعيب بيلعبوا، معناها ان انت عندك فريق متكامل مش فريق النجم الواحد. دلوقتي عادي خالص ان واحد مثلا عنده اصابه او واحد بيطلع فاولات او كده بينزل البديل بتاعه نفس المستوى الحمد لله. امبارح حسن نفس الكلام ده، كانت الفاولات عندنا مشكله في اعمده الفريق بحوالي اربع لعيبه، فاللي نزل كمان من اللعيبه البدلاء يعني كان الحمد لله قد المسؤوليه، كان نفس المستوى وما حسيناش باي ضربه حصل في المباراه الحمد لله. كابتن ياسر، الإضافة اللي أضافها المدير الفني الأسباني القدير جوستي بوش وكمان المحترفين وخاصة وولتر هودج اللي أخذ أحسن لاعب في البطولة وكمان ديابات، أضافوا إيه لنادي الزمالك؟ معلش في الآخر قلت إيه؟ معلش كنت بسأل حضرتك الإضافة اللي أضافها المدير الأسباني القدير جوستي بوش لنادي الزمالك وكمان المحترفين، اللعيبه المحترفين وخاصه وولتر هودج اللي اخذ احسن لاعب في البطوله وكمان ديابات. شوف، هو الكوتش اجوسي مدرسه جديده، هو مدرب اسباني، المدرسه الاسبانيه تكون سلسله مختلفه، يمكن احنا اتعلمنا كتير مع المدربين الامريكان. صحيح. هي مدرسه مختلفه بتعتمد على التيم ديفنس، الدفاع الهجوم الخافض، بتعتمد على الروتيشن كتير للفريق، ودي حاجه كويسه قوي لمستقبل نادي الزمالك، لان انت بتعمل فريق متكامل زي ما قلت لك من شويه، انت عندك 12 لعيب صحيح بيلعبوا، هي المدرسه بتاعته هي دي، وكمان استراتيجيه هو حاططها واحنا ماشيين معاه انا وسمير جوده في نفس الاتجاه، واللعيبه الحمد لله استوعبت الطريقه دي وبتاديها بطريقه كويسه جدا، بدليل ان احنا الحمد لله النتائج بتاعتنا كويسه جدا. بالنسبه للمحترف وولتر، هو معانا في الدوري، معانا من اول السنه، خد احسن لاعب في البطوله ويستحقها، لان هو على كل مش البوينت بس، مش ان هو الكوره بتاع الفرقه بس، لا هو الراجل اللي بيذاكر كويس، بيعمل اسيست كويس قوي، قائد في الملعب، الكوينت جارد دايما بيقول ان هو الكوتش في الملعب يعني. فهو يستحقها. كمان خلي بالك انا في اسامه خد احسن بلوكر، احسن مدافع، عمل ماتش هايل امبارح بصراحه يعني، هي دي دي لازم نظهرها، لان هو فعلا اللي ظهر وولتر ان احسن لاعب، بس لا انا خد احسن مدافع في البطوله، فدي حاجه كويسه جدا. انا يعتبر دلوقتي من احسن لاعبي افريقيا صحيح دلوقتي يعني. صحيح. كابتن ياسر، انتوا المفروض هترجعوا امتى بسلامه الله ان شاء الله؟ ان شاء الله النهارده باذن الله هنمشي الساعه 7 من هنا 7 المغرب، هنوصل بكره باذن الله الساعه 5 العصر ان شاء الله القاهره باذن الله. ترجعوا بألف مليون سلامه باذن الله كابتن ياسر، وعايزين نطمن بس على المساحات الخاصه. اتفضل حضرتك، كنت عايز اطمن على الجزئيه الخاصه بالمساحات الخاصه باللعيبه وبالبعثه كلها. عايز اطمن على الجزئيه الخاصه بالمساحات، مساحات فيروس كورونا بالنسبه للبعثه، بعثه نادي الزمالك كلها. المساحات، معلش عشان الخط بيقطع. ولا يهم حضرتك، ولا يهم حضرتك. انت حضرتك سامعني كده كويس؟ لا انا معلش، عايز تطمن على المساحات مش كده؟ بالظبط كده، المساحات. الحمد لله، الحمد لله احنا من ساعه ما جينا هنا يوميا يعني، يوميا بنتحاسب، بقالنا شهر دلوقتي يوميا بنتحاسب، الحمد لله كل اللي بنتحاسب سلبيه وكلنا بخير يعني الحمد لله. انا بس كنت قبل ما اقفل عايز اوصل شكر لرئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، يوميا من اول ما استلم رئاسه نادي الزمالك يوميا مش اقل من ثلاث مكالمات بيطمن على الفريق، كل مباراه تخلص بعدها على طول بلاقي التليفون بتاعه بيكلم الفرقه، بيعمل مكالمه جماعيه وبيكلم الفرقه كلها، بيتم فاينل بعد المباراه، جات مجلس الاداره كلهم، كل واحد بيكلم الفريق في مكالمه جماعيه برضه. بشكر المجالس السابقه كمان، اللجنه اللي قبل كابتن حسين، وطبعا المجلس اللي قبله استاذ مرتضى، كلهم بصراحه، واحنا اتعودنا كده ان دي هي سنه الحياه يعني، احنا كلاعيبه مدربين اداريين كل صحيح. واحد بيأدي دوره، بيجي اللي بعده بيكمل شغل اللي قبله، وده بيؤدي للنجاح يعني.
صحيح يا كابتن ياسر. الدكتور اشرف صبحي امبارح بعد المباراه بارك للفريق بمكالمه كانت طيبه وكانت مهمه جدا للفريق، وقبل المباراه برضه بيحفزهم، فانا بشكر الناس كلها. كابتن ياسر، هل في حد من اللعيبه جنب حضرتك؟ انس، اسامه، مصطفى، كيجو؟ طيب انا بس ديني، لا انا معلش اللي هيبقى قدام ده، ان هم دلوقتي احنا يعني مش هتصدق احنا خدين الفرقين بطوله امبارح، بس نص اللعيبه المفروض ان هم في الجيم دلوقتي عشان احنا راجعين. تمام، ان شاء الله هنلعب السيمي فاينل الدوري، والدوري باذن الله يعني هدوك يومين ونروح ان شاء الله. ترجعوا بألف مليون سلامة. كابتن ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك أبطال أفريقيا، تصريحات متزنة موضوعية محترمة، فريق يستحق البطولة وجهاز فني أيضا يستحق البطولة. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير عن أبطال أفريقيا، أبطال نادي الزمالك. مستمرين مع حضراتكم في احتفالنا بأبطال أفريقيا أبطال نادي الزمالك، ومعانا على الهاتف كابتن هيثم السحارتي لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك. كابتن هيثم مساء الفل عليك وألف مليون مبروك. يا كابتن هيثم، كابتن هيثم السحارتي تسمعني؟ أهلا معاك سمعت. كابتن هيثم مساء الفل عليك والف مليون مبروك. كابتن هيثم معاك سمعت سامعني زي الفل كده؟ الف مليون مبروك، وقول لنا بقى اصداء الفوز ببطوله افريقيا وفرحه جمهور نادي الزمالك بهذه البطوله الغاليه جدا، تاني بطوله بيحصل عليها نادي الزمالك في التاريخ واول بطوله برعايه الان بي اي. والله طبعا يعني مفيش يمكن كلام ممكن يوصف الفرحه اللي احنا فيها. البطوله دي جت بشكل صعب جدا جدا جدا، بدايه من الدوري سنه 2019 كان اول دوري يتم على نظام البلاي اوف اللي هو بيست فايف، كان اول مره تحصل في التاريخ يعني ان احنا نلعبه. فالبطوله جت صعبه جدا جدا جدا. واول ما تاهلنا عرفنا ان البطوله هتقام تحت اشراف الان بي اي، فطبعا كانت الفرحه مضاعفه. بس طبعا للاسف لظروف الكورونا والكلام ده فالفرحه بعدت شويه لمده سنتين، بس الحمد لله الباسكت بول افريكا ليج قدروا ان هم ينظموا البطوله تحت ظروف صعبه وكانت قاسيه جدا جدا. قعدنا في كورنتين تقريبا 8 ايام. ما كناش اول ما وصلنا ما كناش بنتمرن، اتمرنا بس 3 ايام انديفيدوال كده، وبعد كده عملنا يومين. فطبعا كل الظروف دي كانت صعبه جدا، خصوصا ان احنا معانا 3 محترفين اجانب ما كانوش معانا. عشان كنا مدخلهم في وسط الفرقه في الوقت ده، فكانت صعبه جدا. بس الحمد لله الحمد لله يعني ربنا قدر يكلم مجهودنا وقدرنا نحصل على البطوله. فكل لما كل ما البطوله بتصعب وفي الاخر بتاخدها فطبعا الفرحه بتبقى مضاعفه برضه. صحيح. اصعب لحظات اصعب لحظات في ماتش امبارح قدام الاتحاد المنستيري كانت ايه؟ اصعب لحظات ماتش امبارح يمكن الكوارترين الاولانيين، كنا احنا متاخرين واللعيبه دخلت فاول دبل، دخل عندنا انا 3 فاول واثنين لعيبه محترفين، يمكن مايك جاله اخذ 3 فاول ووالتر جوت. كابتن هيثم، بس الحمد لله ما فيش تاني في تعليمات طبعا كوتش غوستي، قدرنا ان احنا نحجم فاولاتنا وندافع بشكل كويس في نفس الوقت، ما نحطش نفسنا تحت ازمه الفاولات، قدرنا نغير شويه طريقه الدفاع. بس الحمد لله يمكن اول كوارترين هم كانوا صعبين جدا، وبعد كده من بدايه الكوارتر الثالث الحمد لله ربنا كرم. يعني اوجوستي بوش المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك، كل المتابعين شايفين ان هو غير شكل فرقه نادي الزمالك، ايه ابرز السمات والتفاصيل اللي انتوا استفدتوا من الراجل ده فيها كابتن هيثم؟ لا بص هقول لحضرتك على حاجه، هو الراجل ده غير حاجات كتير جدا جدا جدا. اهم حاجه فيها واضح ان في مشكله في الاتصال. كابتن هيثم هنحاول نرجع لك مره ثانيه. كابتن هيثم معانا اهو. كابتن هيثم معلش صوتك كان قطع، تعيد لنا بس الاجابه بتاعتك مره ثانيه. انا بقول اكتر حاجه استفدنا بيها من اوجوستي ان هو قدر يغير المنتاليتي بتاعت اللعيبه. تمام. عقليه اللعيب قدر
من ثالث اللعيبه. انا بكلمك كل الحاجات دي بكلمك فيها بره الملعب، تمام، في كل حاجه، في مواعيد، في التزام، في بكلمك في غدا، في عشاء، دي حاجات بره الملعب. بلاير من ثالث دي برده بره الملعب. جوه الملعب بقى قدر كل ده قدر ينعكس بقى جوه الملعب، فنيا طبعا وبدنيا ومعنويا، فهو غير كل حاجه. انا بصراحه بديله كريدت كبير جدا جدا جدا، وبهديله البطوله دي صراحه ان هو فيها سينا جدا من ساعه ما جه، وبديله كريدت كمان في اختيار المحترفين. كان الناس في الاول المحترفين بسبب الظروف اللي احنا كنا فيها كانوا شايفين ان المحترفين مش على قد المستوى، بس بسبب الظروف ان هم ما اتمرنوش معانا وقعدنا في الكورنتين تقريبا 8 ايام عشان كده ظهروا المستوى ده، بس هو راهن عليهم وكسب الرهان بصراحه. فهو يستاهل كل التقدير. الف مبروك يا كابتن هيثم، وتوعدوا جمهور نادي الزمالك بايه بعد الفرحه الكبيره دي؟ والله احنا ما عندناش رفاهيه الفرحه للاسف، احنا خلاص ابتدينا فعليا من دلوقتي، يمكن احنا ما لعبتش حاليا في الجيم مع كابتن محمد سعيد، بنجهز ان عندنا ماتشات لا تقل اهميه ولا صعوبه عن ماتش الفاينل بتاع امبارح. فما عندناش رفاهيه الفوز، هنفرح فرحنا امبارح، النهارده ان شاء الله مع نفرح جمهورنا بنوديهم ونديهم الكاس في النادي باذن الله، ومن بكره هتكون نافع على نفسنا، عشان انا بقول لك بطوله الدوري بطوله مهمه جدا جدا، وهتودينا للبطل كله قبل تاليف برضه. فانا شايف ان هي يعني ما تقلش اهميه عن البطوله اللي احنا فيها، واحنا بنصالح جمهورنا طبعا، احنا النتائج بقت كويسه الفتره اللي فاتت. وانا اخر حاجه عايز اقولها ان احنا مش عايزين ننسى زمايلنا اللي في مصر اللي ما جوش معانا. يعني ادهم عصام، محمد حجازي، احمد جمال، كريم السحشان، حازم من المشهد، مش عايز انسى حد يعني، بس بقيت فرقتنا اللي موجوده في مصر وبتقعد تساهم معانا جدا، وبنهدي لهم برضه الكتروني. كابتن هيثم، مين من اللعيبه جنبك؟ مصطفى كيجو جنبك؟ والله لا، احنا دلوقتي في التمرين كده كل ثلاثه بينزلوا يتمرنوا، فانا كنت اخر واحد في الجيم تحياتنا ليهم، تحياتنا التسفير احنا نص ساعه، والسفير هيجي لنا على الاوتيل، هيقعد معانا، علشان كده يمكن كله بيغير وبيطلع على اللوبي عشان السفير مستنيين. متوقعين استقبال اسطوري كالعاده من جمهور نادي الزمالك؟ طبعا 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 طبعا، دي اقل حاجه نديها لهم بصراحه. كنت لسه بقول من شويه ان البطل الاول في بطولات نادي الزمالك في الفرق الجماعيه الفتره اللي فاتت، وحتى استمرار فرقه كره القدم في المنافسه على بطوله الدوري حتى الان، البطل الاول في ده كله هو جمهور نادي الزمالك. بيوصل لكم وبتحسوا قد ايه بدعم جمهور نادي الزمالك ليكم، وان هو على فكره متابع كل لقاءات البطوله بغض النظر الزمالك كسب ما كسبش، هو حافظ اللعيبه، بيشجع اللعيبه، متابع كل لقاءات البطوله. يا كابتن هيثم، انا كده سامعك، صوتك كان قطع. انا سمعت السؤال. انا طبعا مفيش خلاف ان الجمهور هو اللعيب الاول، والكريدت كله يروح للجمهور. هو بيساعدنا وبيدعمنا في كل وقت. انا شايف ان دي اقل حاجه نقدمها لهم، خصوصا زي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني نتائجنا كانتش كويسه الفتره اللي فاتت، وهم كانوا مستمرين في الدعم معانا، فطبعا طبعا يستاهلوا البطوله دي، ان شاء الله بنوعدهم باللي جاي احسن باذن الله. كابتن هيثم السحارتي، نجم ولاعب فريق كره السله بنادي الزمالك، كل التحيه ليك، وكل التحيه والتهنئه لكل بعثه نادي الزمالك اللي شرفوا ورفعوا اسم مصر امبارح، وكسبوا بطوله افريقيا للمره الثانيه في تاريخ نادي الزمالك، المره الاولى تحت رعايه الان بي. الف مليون مبروك لابطال نادي الزمالك، ابطال افريقيا. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. من نادي الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، النهاردة في اجتماع مهم جدا بيعقده الاتحاد المصري أو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع كل ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، وده يمكن ثالث اجتماع. في أكتر من نقطة في الاجتماع ده مهمين جدا. النقطة الأولى إنه هيتكلموا عن لقاءات الدوري والضغط اللي موجود في لقاءات الدوري الفترة اللي فاتت، وكيفية استكمال المسابقة بدون مشاكل بالنسبة لكل الأندية. طبعا كل الأندية بلا استثناء بتشتكي، نادي الزمالك بيتساءل ليه بيلعب 4-5 ماتشات زيادة وهو عنده وقت وبراح، ممكن الماتشات دي تتقسم على وقت كافي فميبقاش مضغوط بالشكل ده. نادي الإسماعيلي كان لسه بيشتكي من ان لعب لقاء قدام نادي الزمالك في كاس مصر، وكان عنده لقاء امبارح في الدوري وتم تأجيله امام بيراميدز كمان هو كان بيشتكي، وكل الأندية بلا استثناء كانت بتشتكي من ضغط
اللقاءات كمان في نص الجدول وفي مؤخره الجدول. ناس كتير طبعا بتشتكي لانه بيقعد في فرق كتيره جدا ممكن تقعد 10 15 يوم ما تلعبش وبعدين تيجي تلعب اربع خمس ماتشات او ثلاث ماتشات في اسبوع. فكل التفاصيل دي خلت الجدول كله او اغلب الانديه ان لم يكن كل الانديه عندها شكوى من ضغط اللقاءات وعدم تنظيم اللقاءات في بطوله الدوري المصري الممتاز. كمان هيتكلموا عن لقاح كورونا وازاي يتم اجراء اليه لتطعيم بقى وان اللقاح ده يتم توزيعه على كافه الانديه المشاركه في الدوري المصري الممتاز او منظومه الكره المصريه، يكون في يعني اليه لتوفير اللقاح لكل منظومه الكره المصريه وكل انديه الدوري المصري الممتاز. هنتعرف على اراء الانديه المشاركه في هذا الاجتماع ونستطلع ارائهم ونستطلع وجهه نظرهم في لقاءات الدوري المصري الممتاز وازاي يتم استكمال البطوله بدون ما الانديه يبقى عندها مشكله. وليه كمان في سؤال مهم جدا، بدايه البطوله دي كانت من قواعدها الاساسيه ان هيتلعب لقاءات خلال اولمبياد، خلال المنافسات الاولمبياد، منافسات اولمبياد طوكيو كان هيتلعب فيها لقاءات، لقاءات الدوري المصري الممتاز. ليه ما تمش الاستمرار بتطبيق هذه القاعده؟ هناخد الاول معانا دلوقتي الاستاذ مصطفى امين، عضو مجلس اداره نادي اسوان ومشرف العام على الكره بفريق اسوان. يا استاذ مصطفى مساء الفل على حضرتك. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عايزين نستطلع ونعرف وجهه نظر نادي اسوان خلال هذا الاجتماع، ايه الطرح اللي انتوا هتطرحوه؟ كمان عايزين نعرف من حضرتك نقطه مهمه جدا، على حسب القرعه اللي احنا كنا شفناها كلنا وقت الاستاذ مازن مرزوق ان كان المفروض في لقاءات هتتلعب وقت الاولمبيات وده كانت الانديه كلها موافقه عليه ما عدا نادي امبي. هل انتوا تساءلتوا او سالتوا الاتحاد واللجنه الثلاثيه الحاليه ليه تم هتلعب مباريات في الفتره بتاعه الاولمبيات؟ لكن احنا مش فاهمين، احنا فاضل لنا بالظبط 10 مباريات، خمس مباريات على ارضنا وخمسه بره ارضنا، فاحنا ما عندناش رؤيه، احنا مش عارفين اللي هيطرح ايه، احنا رايحين زي ما بيقولوا كده بلغه، احنا رايحين نشتري نعرف اللي هيتم ايه، هيناسب ظروفنا، لان زي ما حضرتك عارف احنا عندنا ظروف استثنائيه، ان احنا بنسافر والطيران برضو لا زال حتى الان مش منتظم بالحركه العاديه بتاعت الطيران. فاحنا رايحين نشوف رؤيه الاتحاد في 10 ماتشات الباقيه من الدوري هتبقى شكلها عامل ازاي. طب انا كنت بسال حضرتك يا استاذ مصطفى ان كان في اتفاق او واحده من القواعد الاساسيه لتنظيم المسابقه في الموسم الحالي ان هيتلعب ماتشات اثناء اقامه اولمبياد طوكيو. ليه ما تمش الاحتكام وتطبيق هذه القاعده اللي اوريدي كان في موافقه مسبقه عليها من كل الانديه؟ والله ده برضه سؤال احنا مش فاهمينه، احنا يعني رايحين برضه نساله، هي في مباريات هيتم لعبها اثناء الاولمبياد، وفعلا كان يعني في انديه كثيره ابدت رغبتها ان هي تلعب مباريات فتره التوقف بتاع الاولمبياد. تمام. انا النهارده يعني لاعب خمس ماتشات في خمس ايام، لاعب ثلاث مباريات، لاعب المحله يوم 25، لاعب الاتحاد السكندري يوم 28، النهارده 31 هلعب المصري، اللي يجبرني ان انا في خمس ايام العب ثلاث مباريات واسافر من اسوان للقاهره لاسكندريه في خمس ايام؟ استاذ مصطفى حضرتك معايا؟ قاعد فاضي. استاذ مصطفى كنت خليت مباراه المصري يوم 5 تمام 6. استاذ مصطفى في كلام طلع وبعض الاطروحات من بعض الناس وبعض الانديه ان يبقى في نيه لالغاء الدوري، هل انت مع التوجه ده؟ او نادي اسوان مع التوجه ده؟ اكيد لا طبعا، يعني احنا يعني ما اكيد كلنا كنا السنه اللي فاتت مع ان احنا نكمل المسابقه، كلنا كنا حاطين ايدينا في ايدين الاتحاد وفي ايدين الانديه كلها، وده انعكس على البطولات القاريه اللي الانديه المصريه بتاخدها، ان الدوري استكمل السنه اللي فاتت وبعد الكورونا كملنا المسابقه وقعدنا في القاهره وضحينا ان احنا ما نقعدش في اسوان بعيد عن ارضك بعيد عن ملعبك، ولكن اتى بثمرها. لكن مش شايفين دلوقتي ان الفتره صالح العام، لان كل منتخب دلوقتي متمسك بفتره فترات المعسكرات بتاعته. لكن هنروح ونشوف الرؤيه والصالح العام رايح في اتجاه ايه، وهنسمع الكلام ده هيبقى مناسب لينا لاسوان في ظروف السفر والظروف اللي احنا فيها، لو مناسب هنقول اوكي، لو مش مناسب اكيد هنقول النقط اللي هنبدا عليها اعتراضنا. طيب اخيرا استاذ مصطفى، سمعنا كلام خلال الفتره اللي فاتت وتحديدا بعد هزيمه اسوان امام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ان في نيه لفك الارتباط ما بين الكابتن علاء عبد العال وما بين فريق اسوان، هل الكلام ده مظبوط؟ وكان في اجتماع يوم السبت الماضي.
هل الكلام ده لا صحيح؟ هو ما حتى الان ما فيش اي حاجه من مجلس الاداره والامور مستقره في اسوان. النهارده مع استاذ مصطفى حك معانا. طيب شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى امين، لحقنا كده وهو بيقول الاجابه ان مفيش مشكله والدنيا مستقره. المعلومات اللي عندنا ان لا الدنيا فيها شويه عدم استقرار. طبعا احنا مقدرين تماما ان اسوان عنده لقاء مهم النهارده في بطوله كاس مصر، بس الهزيمه الاخيره عملت شويه بلبله وبقى في شويه شكوك حوالين استمرار الكابتن علاء عبد العال في او على راس القياده الفنيه لفريق اسوان. لكن الاستاذ مصطفى امين المشرف العام على الكره وعضو مجلس اداره فريق او نادي اسوان بيقول ان هو مستمر ومفيش اي مشكله والدنيا مستقره في فرقه اسوان. كمل بقى مع حضراتكم كلامنا عن اجتماع اتحاد الكره النهارده مع الانديه. اول حاجه لازم نشيد بيها هي حاجه تحترم ان اتحاد الكره بيقعد مع الانديه، دي حاجه تحترم ودي لفته تحترم ان هو يقعد مع الانديه يتناقش معاهم ويشوف متطلبات الانديه وطلبات الانديه كلها وانتقادات الانديه كلها وايه النقط الانديه بتشتكي منها عشان يراعيها فيما تبقى من بطوله الدوري المصري الممتازه عشان يتم انهاء الموسم في اقرب وقت ممكن عشان ما ياثرش على الموسم اللي جاي الموسم القادم. فدي نقطة تحترم ولازم نشيد بيها. مهم بقى في الاجتماع ده ان اتحاد الكرة يفصح ليه ما تمش ده السؤال اللي انا بسأله بقالي مثلا شهرين، لانه انت اوريدي كنت واخد موافقة ودي كانت موافقة صعبة جدا ان انت تاخدها من الاندية ان هم يلعبوا وقت الاولمبياد، بس بالفعل الاستاذ مازن مرزوق كان حصل على هذه الموافقة من الاندية وقت اجراء قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. ليه انت بقى بتفرط في حق وفي موافقة صعبة المنال بس انت اوريدي كنت امتلكتها وكانت عندك وحصلت على موافقة الاندية ان هم يلعبوا وقت الاولمبياد وكنت ساعتها هتفرد المسابقة على وقت اطول، ما يبقاش فيه الضغط اللي موجود الفترة اللي فاتت، ما يبقاش فيه الشكاوى اللي موجودة الفترة اللي فاتت من اكتر من نادي، وما كانش يبقى فيه اي مشاكل. ليه ما تمش الاحتكام وما تمش تطبيق هذه الموافقة بان انت تلعب اثناء الاولمبياد، وبالتالي لما شلت الماتشات من وقت الاولمبياد بتاعت الدوري هتضطر ان انت تضغطها، هتضطر ان انت تقدمها تتلعب في وقت قبل توقف الخاص بالاولمبياد، وبالتالي الماتشات هتبقى مضغوطه جدا. هنشوف اللي حصل دلوقتي، فهنشوف فرقه ممكن تريح اسبوعين وفرقه تبقى مريحه 3 ايام، هنشوف فرقه مريحه اسبوعين ثلاثه وبعدين تلعب 3 4 ماتشات في اسبوع، وهنشوف فرقه زي نادي الزمالك بتلعب 4 ماتشات في 10 ايام. هتلاقي تفاصيل كتيره جدا هتبقى مش منطقية وهيبقى في أندية كتير جدا بتشتكي منها. فمهم جدا إن اتحاد الكورة النهاردة لما يستقر مع الأندية على حاجة زي ما حصل كده قبل إقامة المسابقة أساسا، لما تستقر مع الأندية على حاجة لا خلاص تطبقها بقى بدون مجاملات وتوازنات وموائمات وبدون أي شكل من أشكال التعديل بعد كده. اتفق على حاجة مع الأندية مع ممثلي الانديه النهارده في الاجتماع، وانا قلت وبكرر ان هي حاجه تحترم ان الاتحاد يقعد مع الانديه مع ممثلي الانديه يستطلع ارائهم، يعرف الانديه بتشتكي من ايه، يشتركوا كلهم مع بعض في حل ان المسابقه تخلص في اقرب وقت بشكل في تكافؤ للفرص في عداله ما بين جميع الانديه. المهم بقى ان بعد الاتفاق ده اتحاد الكره يلتزم بهذا الاتفاق وما يبقاش في اي تعديل تحت اي ظرف، ما يبقاش في اي مجامله تحت اي ظرف، ما يبقاش في اي موائمه او توازنات تحت اي ظرف. من خبرنا الخاص باجتماع اتحاد الكره مع ممثلي الانديه النهارده نروح للاستاذ طارق جبريل المدير المالي بفريق او باداره نادي الزمالك، المدير المالي لنادي الزمالك. يا استاذ طارق مساء الفل على حضرتك. استاذ طارق، طيب لغايه لما يكون معانا استاذ طارق مساء الفل على حضرتك، سامعني؟ طيب لغايه لما يكون معانا الاستاذ طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، هنبتدي مع حضراتكم اخبار نادي الزمالك. مصطفى فتحي بيقترب من العوده للزمالك بعد نهايه الموسم. مصطفى فتحي بسم الله ما شاء الله متالق مع السموحه مع الكابتن احمد سامي، يحسب للكابتن احمد سامي انه اظهر للناس نسخه جديده من مصطفى فتحي. مصطفى فتحي حتى الان مع السموحه جايب 8 اهداف اخرهم كان امبارح في لقاء المقاولين اللي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 وصنع 5، يعني مصطفى فتحي حتى الان مشارك في 13 هدف لفريق سموحه. فطبعا تحيه للكابتن احمد سامي وتحيه لمصطفى فتحي، واعتقد بالاداء ده
ومصطفى فتحي خلاص قاب قوسين او ادنى من العوده مره اخرى الى فريق نادي الزمالك خلال الموسم المقبل. نادي الزمالك بيلغي فكره الاستمرار في معسكر الجونه. انتوا عارفين حضراتكم ان نادي الزمالك كان مستمر في معسكر في مدينه الجونه لحين اجراء ولعب مباراه المقصه اللي كانت يوم الجمعه اللي جايه في بطوله كاس مصر، ولكن بعد ما تم تأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة كاس مصر فتم إلغاء هذا المعسكر ومش هيستمر فيه باتريس كارتيرون. رجع لنا تاني الأستاذ طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك. يا أستاذ طارق مساء الفل على حضرتك. أستاذ طارق. أيوة مساء الفل على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. ايه كله تمام؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. الف مليون مبروك بالنسبه لفريق كره السله، وده بدايه كلامي مع حضرتك، يعني هل هيبقى في تقدير مادي وتقدير ادبي لفريق كره السله بعد حصوله على بطوله افريقيا للمره الثانيه في تاريخ نادي الزمالك؟ والله طبعا هو يعني متشكرين على المباركه، الحمد لله ونشكر ربنا ان فريق السله يعني شرف مصر وشرف نادي الزمالك وجماهيره، ونشكر اللعيبه اللي الحقيقه بتلعب بروح عاليه ومن غير فلوس. يعني انا بشكرهم كلهم. صوت حضرتك كان قطع يا استاذ طارق، حضرتك بتقول بنشكر اللعيبه اللي بتلعب من غير فلوس، يعني هما مش بيتقاضوا مستحقاتهم؟ لا يعني بقالهم فترة الحقيقة طبعا فترة طويلة ما فيش مستحقات بتتسدد لظروف النادي. تمام. وهم الحقيقة متحملين، واحنا قعدنا معاهم الحقيقة الفترة اللي فاتت وعدناهم بان احنا هنظبط الدنيا على دفعات، وهم يعني يخلوهم يكسبوا نفسهم يلعبوا للنادي ولجمهوره ويلعبوا لنفسهم قبل أي حاجة، وبعد كده كل حاجة تتظبط. والحمد لله بنوفي بوعدنا، وهم الحقيقه يعني متشكرين جدا ليهم ولبقيه الفرقه كلها الحقيقه. طيب كنت بسال حضرتك، هل هيبقى في حفل تكريم للفرقه؟ هل هيبقى في شكل من اشكال التقدير المادي او الادبي للفرقه لما ترجع بسلامه الله باذن الله؟ الو. ايوه يا فندم استاذ طارق انا سامع. بقول لحضرتك هل هيبقى في شكل من اشكال التكريم للفرقه لما ترجع باذن الله؟ بالتاكيد هيكون في تكريم، وان شاء الله يمكن في بعضنا هيستقدمهم في المطار باذن الله بكره، واكيد هيبقى في تكريم، بس شكل التكريم ونوعه وكمه ده بقى في مجلس اداره ان شاء الله للبعده، وهنقرر ان شاء الله تكريمهم ازاي. احنا عرفنا عندنا معلومه ان النهارده هيكون في صرف لجزء من مستحقات اللاعبين، مظبوط كده؟ بتكلم على فرقه الكره كره القدم. النهارده حضرتك ما بين كره القدم تم بالفعل صرف الدفعه اللي احنا وعدناهم بيها. يعني نزلت على حساباتهم الحمد لله. وبالنسبه للفرق الثانيه ما بين النهارده وبكره ان شاء الله. إيه تقريبا يا استاذ طارق الاداره الحاليه، اللجنه المؤقته الحاليه التي تدير نادي الزمالك، دخلت تقريبا مداخيل ماديه قد ايه لنادي الزمالك في الفتره السابقه؟ ماشي. قطع شويه بس انا فهمت السؤال يعني. تمام. لا حاجة، بس انا يعني معلش انا هعتذر عن الحته دي، لان انا احيانا ما بقولش ارقام. تمام. ومش هقول ارقام خالص في اي وقت ولا تمام. ولا لاي حد يعني، لان دي بص حضرتك انا مش مانع ان انا طبعا اتواصل مع حضرتك وتحت امر في اي حاجه، بس في حاجات كده واخدها مبدا عندي وبحاول اظبطها، والمجلس الحقيقه موافقني على الكلام ده تماما كله. ان احنا مش عايزين نقعد نتكلم في تفاصيل وارقام. تمام. احنا عايزين ننجز وعايزين يبان شغلنا من غير ما نقول ولا ارقام ولا تفاصيل. تحترم الجزئيه دي يا استاذ طارق. عايزين نروح لنقطه ثانيه. يعني ما حدش يزعل مني في الحته دي والله. لا خالص يا فندم، دي حاجه تحترم. المهم ان حضرتك قلت لنا ان تم صرف مستحقات فرقه كره القدم، وان الفرق الجامعيه الاخرى هيتم صرفها اليوم او غدا على اكثر تقدير. الفرق الثانيه ما بين النهارده وبكره ان شاء الله. طيب عايز اخد حضرتك لجزئيه ثانيه عايزين ناكد عليها، لانها اكيد بتهم قطاع كبير جدا من جمهور نادي الزمالك، وهو فرجاني ساسي. المعلومات اللي طلعت لوسائل الاعلام ان فرجاني ساسي تقاضى مستحقاته السابقه كاملة، ومتبقي دلوقتي بقى النقاش والتفاوض على المستحقات الجديدة. آخر نقطة إدارة نادي الزمالك الحالية واقفة فيها في مشوار المفاوضات مع فرجاني ساسي. بص حضرتك يمكن في تداولات كتيرة في الموضوع ده كتير ولغط كتير في الموضوع ده. صحيح، عشان كده عايزين نعرف المعلومات الدقيقة من حضرتك. بس هي الخلاصة أنا هقول يعني حاجتين صغيرين بعد إذنك. حاجة عامة وحاجة على نوعده ان المجلس كله بيحاول قدر امكانه
وبيحاول قدر استطاعته ان هو يوفر كل حاجه سواء للقدم او للفرق الثانيه. انه واحد بيعمل اقصى جهد، احنا بقالنا 6 ايام ما بننامش تقريبا. تمام. عشان نوفي بوعدنا. لان احنا جينا في وضع صعب جدا جدا جدا. فاحنا بنوعد بالجهد، بنوعد بان احنا ننجز ويبان شغلنا. تمام. يبان شغلنا عشان خاطر النادي وعشان خاطر الفرق اللي بقى الفتره دي محترفين وما بياخدوش حاجه. تمام. فانما الامور في تفاؤل، يعني الحمد لله احنا متفائلين برغم الصعاب ان الدنيا تمشي، بس هتمشي بالتدريج وتمشي بطريقه يعني من غير ما نقول حاجه. بالنسبه للكابتن السياسي زي ما حضرتك قلت كده الحمد لله المستحقات تمام. التفاوض لما يرجع كان حصل الكابتن حسين مع كابتن مهند ومع سياسي نفسه قبل ما يعني قبل ماتش المقابل الاخير حصل كلام في التليفون ان احنا هنقعد ونتفاوض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنبذل اقصى جهد ان احنا نتفاوض ونعمل اللي يبسط الجمهور يعني ولصالح الفرقه. انما غير كده ما اقدرش اقول حاجه لان احنا لسه ما عدناش. تمام. اي انما احنا عندنا استعداد ما عندناش مشكله. بص حضرتك اي لعيب سواء اساسي او غيره عايز يلعب في نادي الزمالك وما مضاش حته ثانيه برضه معلش يعني لازم اقولها عايز يلعب في نادي الزمالك نقعد نتفاوض والصح والمعقول يتعمل. ده اللي اقدر اقوله، غير كده ما اقدرش اقول اي تفاصيل اخرى لان احنا فعلا ما فيش تفاصيل ثانيه. استاذ طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك كل الشكر لحضرتك والف مليون مبروك على فوز فريق كره السله بنادي الزمالك ببطوله افريقيا بالامس للمره الثانيه في تاريخه، وتوضيحات مهمه جدا من الاستاذ طارق جبريل. فيما يخص ساسي هو قال معاني بين السطور كده مهمه جدا، قال ان اللجنه الحاليه لن تتوانى في بذل اي مجهود للابقاء على اي نجم من نجوم نادي الزمالك سواء فرجاني ساسي او غيره. الحاجه الثانيه ان اي نجم مرحب بالتواجد في صفوف نادي الزمالك فايضا نادي الزمالك بيرحب بيه، المهم ان يكون عنده الرغبه دي وان يكون ما مضاش في حته ثانيه، ودي نقطه قالها ما بين السطور الاستاذ طارق جبريل، وانه حتى الان هم منتظرين عوده فرجاني ساسي من تونس عشان يتم الجلوس معاه لبدء المفاوضات الخاصه بعقده الجديد، لان كل مستحقاته القديمة تم تسديدها من نادي الزمالك إلى فرجاني ساسي كاملة حتى الآن. كنت بقول لحضراتكم أن نادي الزمالك وباتريس كارتيرون لغى فكرة استمرار معسكر جونة بعد تأجيل لقاء مصر المقاصة في الكاس، والحقيقة أن امبارح تعادل الزمالك مع الجونة 0-0 وتعادل طبيعي، أي يعني الكورة بتقبل الثلاث احتمالات، هتكسب هتخسر هتتعادل، وفي ظل وضوء الظروف الحالية اللي بيمر بيها نادي الزمالك من ضغط في الماتشات كبير جدا لإرهاق للعيبة لغيابات كبيرة جدا زي طارق حامد فرجاني ساسي أشرف بن شرقي، فنتيجة التعادل تبدو طبيعية جدا. على الرغم من أن لقاء امبارح نادي الزمالك كان سهل جدا يكسب، لما تيجي تشوف اللقاء نادي الزمالك كان هو الأفضل، ضيع أكتر من فرصة خطيرة جدا سواء ليوسف أوباما سواء للجزيري سواء لسيف جعفر، ضيع فرص كانت ممكن بسهولة تحسم اللقاء لنادي الزمالك. في بعض التحفظات على كارتيرون في تغييراته وخاصة تغيير شيكابالا، في بعض اللعيبة اللي بتشكل علامة استفهام لفرقة نادي الزمالك أو لجمهور نادي الزمالك زي يوسف أوباما. يمكن يوسف أوباما تحديدا الجمهور طول الوقت منتظر منه أحسن من كده وأعلى من كده بكتير. يوسف أوباما لعيب مهم بالتأكيد، يوسف أوباما لعيب مهم، دي مش عايزة جدال، ولكن قيمة اللعيب و البوزيشننج يعني الوضع اللي بيتحط فيه اللعيبه عند الجمهور وخاصه اللعيبه الكبيره المميزه، هي اللعيبه اللي بتظهر برداء وبصوره البطل في التوقيتات اللي الجمهور بيكون محتاجها، اللي النادي بيكون محتاجها، اللي الجمهور بيبقى منتظرك تظهر فيها بصوره البطل الخارق وتقدر تكسب فرقتك، تشيل الفرقه على كتفك في اللقاءات الصعبه في التوقيتات الصعبه وتكسب فرقتك. فدي النقطه اللي كل او اغلب جمهور او قطاع كبير من جمهور نادي الزمالك ممكن يكون بيلوم عليها يوسف اوباما، انه في اللقاءات الكبيره اللقاءات المهمه الحساسه التوقيتات المهمه اللي بيكون منتظر فيها جمهور نادي الزمالك ان يوسف اوباما يرتدي رداء وثوب البطوله ويكسب نادي الزمالك هو ما بيكونش موجود. لكن يوسف اوباما ما فيش حد يقدر يتكلم قولا واحدا ان واحد من اهم لعيبه مصر واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك، لعيب مهم جدا 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 وارقامه بتتكلم عنه،
لكن يتبقى عنده انه يشتغل على الجزئيه دي، عشان هي دي الجزئيه اللي اعتقد بتشغل بال وبتلاقي انتقادات كبيره جدا من قطاع مش قليل من جمهور نادي الزمالك. ولكن وجهه نظري الشخصيه لسه الدوري فيه جولات كتير، ولسه الاهلي والزمالك قدامهم كتير في الدوري ده، لسه الدنيا ما اتحسمتش، ولسه هيحصل مفاجآت في الدوري وعلى مدار لقاءات الدوري وحتى نهايته سواء للاهلي او للزمالك. معانا على او عبر تقنيه سكايب دلوقتي نجم مصر، نجم نادي الزمالك، كابتن احمد مجدي. يا كابتن احمد مساء الفل عليك. صباح الفل يا هيما، اخبارك ايه؟ وحشني كتير. كله زي الفل، انت اكتر. لسه كنت بتكلم دلوقتي عن لقاء الزمالك بالامس امام الجونه، وكنت بقول ان بالرغم من حاله الارهاق الكبيره اللي باينه على فرقه نادي الزمالك وعلى لعيبه الزمالك، وطبعا الغيابات المؤثره ابرزهم طارق حامد وبن شرقي، ولكن الزمالك امبارح كان هو الافضل وكان ممكن يكسب بمنتهى السهوله. تتفق معايا في الطرح ده؟ اه طبعا، معاك مليون في المية. الشوط الاول الزمالك استحوذ استحواذ كبير جدا جدا على اللقاء، واعتقد الجونه ما وصلش لجون نادي الزمالك تماما رغم الغيابات الموجوده واللعيبه اللي كمان اللي رجعت من ايقافات او ما بتلعبش بقى فتره. يعني انت عندك روق او عندك احمد عيد وعندك امام عاشور، فثلاثه برضو في اماكن حساسه، وده الاداء نفسه بيتظبط دايما من وسط الملعب او مش شكل الدفاع والهجوم بتاع وسط الملعب. فاعتقد الزمالك كان عنده فرصه كبيره جدا ان هو ينهي قبل التوقف، ياخد الثلاثه بونت ويفرق ويعني يوسع كمان الفرق مع النادي الاهلي. ولكن في الاخر برضو لازم بينه وبينك، اللعيبه في الاخر لعيب كوره، ده بني ادم في الاخر. انت لسه لعب من كام ماتش، يعني مره في اسكندريه وبعد كده رحت السويس، بعد كده سافرت الجونه. الموضوع برضو متعب جدا جدا، وغياب 9 لعيبه عن نادي الزمالك كان في متناول الزمالك. انا من وجهه نظري وانا متفق معاك مليون في الميه ان هو كان يقدر ياخد 3 بونت، ولكن في الاخر يعني النتيجه مش وحشه في ظل المشاكل الموجوده في النادي والارهاق اللي عند اللعيبه وكمان الغيابات وضغط الماتشات كبير جدا. وانت خلي بالك برضه ضغط الماتشات مش بس انت بتعاوز يعني اضخ ماتشات تلعب ماتشات بس، لا انت عاوز تكسب كل ماتش ب3 بونت بتوعه عشان تقدر توسع الفرق بالنادي الاهلي اللي هو يرجع كمان يلعب في الوقت المضغوط. فاعتقد ضغط كبير جدا جدا على اللعيبه، الله يكون في عونهم يعني. كابتن مجدي، طب هل شفت انه كارتيرون قدر يستغل النقص العددي بشكل جيد اللي كان موجود في فرقه الجونه في الشوط الثاني؟ لا طبعا. بص، كارتيرون بعد الطرد طبيعي ان هو يشتغل اللي عمله الشوط الاولاني يشتغل الشوط الثاني. الشوط بالذات لما تطلب منك واحد ابراهيم لازم تشتغل على الاستحواذ بقى بسرعه، يعني استحواذ والريتم يعلى شويه، لان خلي بالك الاستحواذ ده ما هو ان هو انت بتخلخل او بتفك لما تيجي مثلا تشتغل فرقه الجونه بتشتغل بلوكات معينه دفاعيه، فانت لو اشتغلت بالكوره بسرعه وريتم عالي واستحواذ من غير ما تزهق، صدقني هتلاقي فرص كتيره جدا جدا تخلقها. وانت لو شفت اصلا يعني الفرصه اللي جت لنادي الزمالك هي الكره بتاعت الجزيري لها شوطه من مسافات بعيده، لكن طول ما انت بتزهق في الاستحواذ وبتلعب كور طويله وانت المدافع دايما واقف، يعني انت ثلاث ارباع كور الزمالك راحت ناحيه يمين او شمال، انت بترفع كروسات وانت مش ثابت، فدايما المدافع واقف وشايف الكوره كويس جدا جدا جدا، واسهل حاجه بالنسبه له لما تنزله مهاجمين كتير موجودين في منطقه الجزاء، خلاص انا شايف الراجل ده قدامي. لكن دايما وسط الملعب لو تلاحظ الفرق الكبيره او المدربين الكبار اللي في العالم، اما مثلا عاوز يهاجم بكثافه اكبر دايما بيغار دايما في وسط الملعب، او ممكن يلعب مثلا 4-1-4-1، بل انت خلاص اوريدي الجونه اتطلب منه واحد، فانت مش محتاج من الجونه او الجونه مش هيشتغل بقى على الاستحواذ، هو كله عاوز يعمل تحول هجومي باثنين لعيبه او ثلاث لعيبه ان هو يخلق فرصه واحد ضد واحد او الكلام ده كله. فانت في حاجات كارتيرون دايما متاخر فيها، زي تغيير طريقه اللعب، هو بيلعب كلاسيكيا، ممكن احول طريقه اللعب 4-4-2، انزل 2 فراوده وابدا اشغل كروسات، فده نفسه الاسلوب نفسه مع الطرد بتاع الجونه ما يتماشاش مع الوضع اللي المفروض عاوز تكسب التلاته بونت او تاخد التلاته بونت بتوعك. اخيرا بقى، رايك ايه في اوباما؟ يعني انقسام كبير جدا وانتقادات كبيره جدا حوالين مستوى يوسف اوباما، رايك ايه وايه اللي محتاج اوباما يعمله الفتره اللي جايه؟ بص، اوباما رغم الانتقادات دي انا شايف ان هو من اهم اللعيبه رقم 10 الموجودين في مصر، وبالذات في نادي الزمالك هو الوحيد اللي بيعرف يربط الخطوط، يربط وسط الملعب بالمهاجمين، ودي شيء ناقص عندنا في مصر كمان تكتيكيا. يعني بنتكلم على الشغل التكتيكي، مش ان هو قطع الاتصال مع الكابتن احمد مجدي. هنحاول، هو رجع لنا اهو تاني.
معلش معايا مجدي، لا صوتك كان قطع، عيد لنا. انت قلت انا وقفنا عند ان هو واحد من اهم اللعيبه رقم 10 في نادي الزمالك وفي مصر. بتكلم بالذات كمان يا ابراهيم على الجزء التكتيكي، مش ان هو رقم 10 بس اللي هو بيهاجم بس والكلام ده كله، لا انا بتكلم على الجزء التكتيكي ان هو يعرف يربط الخطوط بينها وبين الديفنس، وسط الملعب وسط الملعب المهاجمين. ممكن بقى له فتره كان في اصابه، وضغط الماتشات برده خلي بالك دي نقطه مهمه جدا يا ابراهيم، في لعيبه ما بتستحملش ضغط الماتشات ده، يعني الجزء البدني بتاعها بيقل، وبالذات اوباما من النوعيه اللي بتجري كتير، يعني جزء الجري عندها كتير جدا جدا جدا. فانا من وجهه نظري ان انا شايف ان اوباما مهم جدا، ولكن اول عليه ان هو ينسى الجمهور او ينسى الضغط اللي موجود عليه، وينسى ما يسمعش السوشيال ميديا، ما يسمعش للمحللين حتى لو ناس بتتكلم عليه. ده جزء دايما انا نفسي عديت بالموقف ده، يعني انا كنت بعمل ايه، كنت تماما ببعد جدا عن المحللين او السوشيال ميديا او الكلام ده كله عشان ابدا اركز في الملعب، لانه هو لعيب مهم ولسه بيلعب اساسي ولسه موجود ولسه ارقامه زي ما انت كنت بتتكلم يعني ارقامه كويسه جدا جدا جدا. فممكن مش كل الجمهور يشوف الدور اللي هو بيقوم بيه اوباما، هو مش رقم 10 ده المعروف عند الجمهور ان هو عاوز يرقص ومش ويشوط وواحد ضد واحد ويعمل ثرو والكلام ده كله، لا هو دلوقتي الوضع الكوره نفسه اتغير، بقى الجزء التكتيكي هو اللي بيضغط اكتر على الحته دي. كابتن احمد مجدي نجم مصر ونجم نادي الزمالك، كل الشكر ليك وشرفتنا ونورتنا كالمعتاد، شكرا جزيلا. كل الشكر لكابتن احمد مجدي. نستكمل مع حضراتكم اخبارنا ونروح للنادي الاهلي. قلق في النادي الاهلي من غياب قفشه عن مواجهه الترجي التونسي. طبعا احنا عارفين ان قفشه جاله جزع في الكاحل في لقاء السوبر الافريقي امام نهضه بركان، النادي الاهلي شرفنا فيه وكسبه 2-0 عشان يضيف اللقب السابع في تاريخ النادي الاهلي في خزائنه من لقب السوبر الافريقيه، ابطال السوبر الافريقيه النادي الاهلي. خسر النادي الاهلي في هذا اللقاء او خسر اثنين لعيبه مهمين جدا، عنده محمد هاني عنده اصابه، عنده قفشه عنده اصابه، وتحديدا قفشه لعيب مهم جدا 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 للنادي الاهلي ولتشكيله وطريقه لعب بيتسو موسيماني على مدار الفترات اللي فاتت. يعني شوف كده اخر 6-7 شهور هتلاقي ان قفشه واحد من اهم اللعيبه في سكواد النادي الاهلي، ومن اكتر اللعيبه اللي ما عندهاش يعني ايه تباين كبير في ادائها وفي مستواها. ممكن يقل مستواه في ماتش ماتشين، لكن في العموم هو مديك ال 70%، مديك 75%، ما بيقلش عنهم. عشان كده هو لعيب مهم جدا وبيأثر بشكل كبير جدا سلبا وايجابا، سواء بعدم وجوده او بوجوده في فرقه النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه. وبالتاكيد بيتسو موسيماني كان عايز يكون موجود معاه قفشه اللي هيغيب بشكل مبدئي اسبوعين، ممكن يطولوا الاسبوعين دول عن كده، بس حتى الان بشكل مبدئي اسبوعين كان عايزه اكيد يكون موجود معاه في المرحله الحساسه والحاسمه من الموسم ده، سواء بقى في بطوله افريقيا انت داخل على ماتشات سيمي فاينل افريقيا قدام الترجي، ماتش الذهاب في تونس يوم 18/6 اذا كان لينا عمر، ماتش العوده 25، عندك منافسه شرسه وقويه جدا مع نادي الزمالك على لقب بطوله الدوري في الموسم الحالي، فعنده لقاءات مؤجله عايز يفوز بيها ويكسبها. فغياب قفشه وفقدان النادي الاهلي وبيتسو موسيماني لقفشه بالتاكيد دي مش تعمل قلق، ده تعمل دربكه كبيره جدا في دماغ بيتسو موسيماني، هل هيستعيد بلعيب اخر عشان يحل محل قفشه فيلعب بطريقته الطبيعيه المعتاده 4-2-3-1، ولا يغير طريقه اللعب 4-3-3، ولا يغيرها تبقى 4-4-2؟ بالتاكيد ضربه قاسمه لبيتسو موسيماني والنادي الاهلي في توقيت حساس جدا، بس اعتقد ان بيتسو موسيماني هيكون عنده حل ويقدر يشوف حل لتعويض قفشه في الفتره اللي هيغيب فيها خلال الفتره القادمه. رين الفرنسي بيرسل وفدا لمتابعه نجم الاهلي. نجم الاهلي الخبر ده بيتكلم عنه هو احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان بسم الله ما شاء الله واحد من هدافين الدوري، ماشي بشكل هايل مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي منذ اعارته من النادي الاهلي، اضاف لفرقه سيراميكا بشكل كبير جدا، استفاد كمان هو من التجربه ان مستوى عالي ورجليه بقت في الملعب، وكمان بسم الله ما شاء الله متالق، فتفيده مع منتخب مصر الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب، وتفيده ان دلوقتي بقى كل جماهير الاهلي وكمان إدارة النادي الأهلي بتفكر إن أحمد ياسر ريان يرجع تاني كواحد من هدافين الدوري، يرجع كمهاجم في النادي الأهلي الموسم القادم بعد ما كانوا بيفكروا يجيبوا فرود ومهاجم أجنبي. المعلومة اللي عندي إن أحمد ياسر ريان بوصلته الأولى رغبته الأولى إنه يخرج بره مصر، إنه يحترف احتراف خارجي، دي رغبته الأولى، دي المعلومة اللي عندي إن هو نفسه يطلع بره ونفسه يبتدي مشواره الاحترافي. وبالتاكيد طبعا مش محتاجه كلام، لو مش هيجي له حاجه بره فهو هيبقى موجود في النادي الاهلي، دي مش محتاجه كلام ولا محتاجه جدال.
فلغايه دلوقتي لا، في رغبه من بعض الانديه ان هي تتابع احمد ياسر ريان، من ضمنهم فريق ريان الفرنسي زي ما كنت لسه بقول لحضرتك. وكمان خبرنا اللي جاي اللي بنقول فيه ان الكابتن محمود الخطيب اللي هيعود غدا بمشيئه الله الثلاثاء الى مصر قادما من الامارات، هيجتمع مع لجنه التخطيط عشان يتم حسم مصير الراحلين، مين هيقعد، مين هيمشي، مين معار وهيرجع، زي احمد عبد القادر في سموحه، زي عمار حمدي في الاتحاد، زي احمد ياسر ريان في سيراميكا كليوباترا، مين اللعيبه اللي النادي الاهلي مش هيكون محتاجهم الفتره اللي جايه، لان طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بيفوض الكابتن محمود الخطيب، هو ولجنه التخطيط هم بيتناقشوا في كل ما هو ليه علاقه بفرقه الكوره وباداره الكوره في النادي الاهلي. عايز بس افكر حضراتكم بحاجه في الخبر ده، لان احنا كنا قلناها اعتقد يا من شهرين يا ثلاث شهور، وساعتها ناس كتيره طلعت قالت لا الكلام ده مش مظبوط والكلام ده مش دقيق. كنا قلنا لحضراتكم، كنت انا ساعتها اشدت باداره التعاقدات في النادي الاهلي وتحديدا امير توفيق، لانه مدد عقد اليو ديانج، كان عقد اليو ديانج مستمر مع النادي الاهلي، فامير توفيق اداره التعاقدات بالنادي الاهلي مددت العقد وعدلت بنود في العقد، بنود ماديه عشان تبقي على اللاعب لو تم الابقاء عليه وكمل مسيرته مع الاهلي، فيبقى تمام هو تم ارضائه ماديا، وكمان عشان كل التوقعات كانت بتقول انه اليو ديانج جاي له عروض وهو عايز يخرج بره وعايز يبتدي مشوار احترافي خارجي اخر في دوري اوروبي تحديدا. فعشان كده اداره التعاقدات لما تمدد العقد، لما يجي بعد كده اي عرض يقدر، هو لسه هيبقى معاه بقى في عقد ديانج اكتر من سنه، فيقدر يطلب مقابل مادي كبير، فلو قعده واستفاد بيه يبقى تمام، لو مشاه يقدر ياخد منه مقابل مادي كبير. وفي ساعتها اشدت باداره التعاقدات في الجزئيه دي، واتكلمت على انه اليو ديانج رغبته الاولى هي الخروج في احد الدوريات الاوروبيه، وان هو فعلا عنده بعض الكلام. وعلى مدار الايام، على مدار الاسابيع، على مدار الشهور بيتاكد الكلام والخبر اللي احنا قلناه، على الرغم من ان بعض الناس طلعت ساعتها وقالت لا يا جماعه الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش حقيقي، دلوقتي بيتاكد كلامنا انه فعلا اليو ديانج عنده بعض العروض الاوروبيه، ولكن رغبه النادي الاهلي هي الابقاء على وحش خط وسط النادي الاهلي اليو ديانج، لانه بالتاكيد واحد من اهم عناصر فرقه النادي الاهلي. خلصنا اخبارنا مع حضراتكم، فاصل سريع ونستقبل محلل اداء فريق النادي الاسماعيلي علي طه، هنتكلم معاه عن تفاصيل فنيه كتيره جدا مهمه جدا، ان شاء الله اكون تضيف لحضراتكم تفاصيل مهمه عن تغير اداء وشكل النادي الاسماعيلي وكره النادي الاسماعيلي قبل الكابتن ايهاب جلال وبعد قدوم الكابتن ايهاب جلال، مع محلل اداء النادي الاسماعيلي علي طه بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. محلل الاداء بفريق النادي الاسماعيلي كابتن علي طه. علي مساء الفل عليك. مساء الفل يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. كل الناس ملاحظه ان في طفره حصلت في النادي الاسماعيلي مع كابتن ايهاب جلال، واحد طبعا من اكثر المدربين والمديرين الفنيين اللي موجودين في مصر احتراما، وعلى المستوى الفني طبعا هو واحد من افضل المديرين الفنيين الموجودين في مصر. كابتن ايهاب جلال مع النادي الاسماعيلي لعب 9 لقاءات، كسب 6 خسر 3، بس بعيد عن احصائيات الفوز والخساره الشكل بتاع الاسماعيلي مختلف. الاول بقى عايز اتكلم معاك وتعرفني وتعرف الناس كلها، محلل الاداء بيعمل ايه قبل ما نخش بقى في تفاصيل الاسماعيلي؟ عايز اعرف منك محلل الاداء ده شغلته ايه، بيعمل ايه؟ تمام. في الاول انا شغال دلوقتي بقى لي سنتين مع كابتن ايهاب، والسنتين دول شغال محلل معاه في المقصة. كنت معاه في المصري الاول وبعد كده مصر المقصة وبعد كده نادي الاسماعيلي. شغل محلل الاداء بيكون في جزئين، في جزء خاص بالفرقه وفي جزء خاص بالمنافس. الخاص بالمنافس ده بيكون في اوقات الماتشات، ان انت بتشوف الفرقه اخر فتره شكلها عامل ازاي، الاعتماد على انهي لعيبه، الطريقه بتاعتهم بيهاجموا ازاي، في حاجات في التحركات الخططيه بيعملوها في الفتره دي ازاي، اخر 3 أو 4 ماتشات، عشان احنا عندنا مثلا الشهر اللي فات ده لعبنا 7 ماتشات، فيوم 1/5 مختلف خالص عن يوم 25/5، يعني صحيح. الفرق بيكون ممكن 3 أو 4 لعيبه كاملين مختلفين في الفرقه. فبنحلل المنافس في فتره المنافسات. الجزء بقى الاهم اللي هو الخاص بفرقتنا احنا، وكله خاص بتطوير اداء اللعيبه، ودي اكتر حاجه احنا بنشتغل فيها، ان احنا بنحاول طريقه اللعب اللي احنا بنحاول نوصلها للعيبه او بنحاول اللعيبه تنفذها، من اول التمرين بقى، كل يوم في التمرين بنغير على طول في التدريبات على يعني مع اللعيبه بشكل فردي
علشان نوصل في الاخر خالص لشكل معين للفرقه احنا عايزين. فشغل محلل الاداء ان هو بيعمل كل الشغل اللي بره الملعب بقى اللي المدرب عايزه، من اول احصائيات لفيديوهات لمواقف غلط اللعيبه عملها. وبالذات بقى مع كابتن ايهاب الموضوع بيبقى صعب شويه، لان التحركات اللي هي من غير الكوره اللي هي بتبقى 100% من الماتش 100% وقت الماتش دي بنقعد نركز عليها. فممكن تتفرج على الماتش 3 او 4 مرات او التمرين تتفرج عليه كتير علشان تشوف تحركات غلط وتبدا تصلحها اللعيبه. فالموضوع بياخد مجهود كتير علشان تطور في الاخر من الحاجه اللي واصله المعلومه اللي واصله للعيبه ان هو يبقى فعلا فاهم المدرب عايز ايه منه. الشغل بتاع التحليل مثلا بتعمله بشكل اسبوعي؟ يعني انت النهارده مثلا عندك لقاء الاسماعيلي والزمالك، بتقعد تشتغل الاسبوع ده على الزمالك؟ لو ماتش واحد بس كل اسبوع، ولا بتشوف شغله يعني بتقسم شغل مثلا الفرق اللي انت هتقابلها وهتلعبها ازاي؟ لو ماتش واحد كل اسبوع بيبقى الاسبوع كله بنبدا نشتغل في اتجاه الفريق اللي احنا هنلعبه. بنسبه كبيره في طريقتنا ما بتختلفش بشكل كبير، بنحاول ان احنا نبقى احنا اللي نفرض اسلوب لعبنا على الفرقه الثانيه. بس بتبقى مهم جدا ان انت تعرف الفرقه الثانيه برضو بتعمل ايه، علشان في الـ ممكن تغير حاجات بسيطه خططيه في حاجات دفاعيه حاجات هجوميه حسب الموقف بتاع الماتش. فالفتره دي مثلا بنلعب ماتش كل 3 ايام، فالسايكل بتاعت التحليل دي ما بتبقاش مره كل اسبوع، بتبقى مره كل 3 ايام. وبنفس الوضع بالنسبه لفرقتنا احنا، السايكل دي بتبقى كل تمرين كل يوم، يعني كل يوم بنعمل تحليل كله يومين للتمرين ده. بتعمل تحليل للفرق المنافسه، مناطق القوه ومناطق الضعف. تحليل بقى بالنسبه لفرقتك انت، فرقه الاسماعيلي بتبقى ازاي؟ بالنسبه لفريق الاسماعيلي بنشوف الحاجات اللي احنا عايزينها بالنسبه للتحرك بنسبه كبيره، وبنبدا يعني نقعد مع اللعيبه، نعمل معاهم عاده اجتماع مع اللعيبه بعد الماتش واجتماع قبل الماتش اللي هنلعبه التاني. وبنحاول نصلح الاخطاء في وسط الشغل، لان احنا جايين نادي الاسماعيلي بالذات يعني ما كانش فيه فتره طويله، احنا جايين في نص الموسم مفيش فتره اعداد فمفيش وقت، فانت بتلعب ماتش كل 3 ايام، فبتحاول قدر الامكان ان انت تحفظ اللعيبه في الملعب واحنا واقفين، حتى ما بنبقاش بنتمرن قوي، وفي المحاضرات ده الوقت الوحيد اللي تقدر تعلم اللعيبه. حاجه كويسه بقى مساعدانا ان النادي فيه لعيبه كويسه جدا، ويعني واحنا جايين الفرقه الجماهير كلها كانت بتنتقد اللعيبه وبتقول اللعيبه امكانياتها مش كويسه ومشكله في اللعيبه، بس الحمد لله قدرنا يعني ان احنا لما نشتغل معاهم اللعيبه استوعبت الشغل، ولعيبه عندها قدرات مهاريه وخططيه وفكريه اصلا، يعني نفسيا قدروا يتعاملوا مع الموقف كويس، فقدروا ان هم يحفظوا الشغل من غير ما نتمرن عليه كتير حتى. فدي كانت حاجه مساعدانا ان نوعيه لعيبه كانت كويسه جدا في النادي. الشغل بقى مع الكابتن ايهاب جلال يعني صعب جدا. صعب جدا؟ ده بالعكس كنت فاكرك هتقولي سهل جدا. لا، الشغل معاه صعب جدا لسبب. كابتن ايهاب لو جه عمل شغل هيعمله احسن مني. فدي حاجه صعبه، لان هو بيبقى متوقع منك دايما احسن حاجه. يعني مش ما ينفعش ان انت تعمل شغل بنسبه 90% كويس، لازم تعمله 100% كويس. وهو فاهم في شغلي اكتر مني، يعني لو جه عمل شغل محل ده هيبقى احسن مني. وفي كل الحاجات الفنيه يعني، فالشغل معاه بيبقى صعب. مفيد جدا، ديماندنج، عنده طلبات كتير. بالظبط. فالشغل معاه مفيد جدا، انا بستفاد استفاده رهيبه، يعني اتعلمت السنتين اللي فاتوا دول حاجات عمري ما هتعلمها في اي كورسات اروحها في اي حته يعني. لان هو كابتن ايهاب خلاص عدى بخبرات كتير، وقدر ان هو يلف الخبرات دي او يعني ينظم الخبرات دي بالعلم اللي هو بقى اخده في خلال دراسته يعني الفتره دي. فانا يعني عندي قدره ان انا ببقى معاه كل يوم وبتعلم على طول منه من السورس يعني. بس فالشغل معاه صعب جدا بس مفيد جدا جدا. الاكبر التحديات اللي قابلتكم لما رحتوا مسكتوا كجهاز فرقه النادي الاسماعيلي واتكلم معاك فيها كابتن ايهاب جلال ايه؟ اكبر تحديات على المستوى الفني يعني. على المستوى الفني ان احنا ما كانش عندنا وقت، دي اول حاجه، فاحنا بنحاول نخلي اللعيبه يبقى عندها ثقه في الطريقه اللي احنا بنلعب بيها، ودي حاجه صعبه شويه لان طريقتنا مختلفه شويه عن ما هم كانوا بيلعبوا. هم كانوا عاده بيبقوا بيلعبوا في الزون بتاعهم، ما بيعتمدوش على الاستحواذ، يعني الاستحواذ بتاع فرقه متوسط بتاع فرقه نادي الاسماعيلي في 16 ماتش الاولانيين 50%. دلوقتي في الثمان ماتشات اللي احنا لعبناهم الاستحواذ بقى 56%. فاحنا قدرنا نوصل 6% زياده. فان انت تقدر تقنع اللعيبه وتقدر تحاول تغير طريقه اللعب بتاعتهم شويه في الموقف اللي هم فيه، اللي هم ال 11 نقطه المركز ال 17، فانت في بيبقى في سنه ريسك شويه في طريقه لعبنا، فاللعيبه بتبقى قلقانه شويه ان هي تحضر هجمه وتعمل هجمه منظمه في حته معينه في الملعب. ف
كانت دي اكبر حاجه يعني فيها صعوبه، ان نفسيا تقنع اللعيبه بالطريقه دي. الحمد لله بقى الكرم ربنا بيجي ان انت النتائج بتساعدك، يعني لما النتائج تساعدك. احنا خسرنا اول ماتش من سيراميكا، تاني ماتش مع المصري كنا كسبانين 2-0، والاحساس ده دايما متسلل للعيبه ان احنا كسبانين 2-0 بس في اي وقت هتعادل، في اي وقت هخسر. الحمد لله دلوقتي لا اقدر اقول لك ان الاحساس ده ما بقاش موجود، يعني الاحساس ده احنا دلوقتي نبقى خسرانين 1-0 وجوه اللعيبه الاحساس بتاعهم لا احنا هنكسب ان شاء الله. فدي القلبه دي مع ان يحافظ على الشكل اللي احنا عايزينه كانت اكبر تحدي بالنسبه لنا. ايه بقى السر في التغير الكبير في اللي احنا شايفينه في مستوى فرقه الاسماعيلي جماعيا وفرديا؟ يعني زي ما انت بتقول مثلا واحد من اللعيبه اللي انا بشوف ان هو اختلف تماما مع كابتن ايهاب جلال، شكري نجيب مثلا. تمام. شكري نجيب انا بشوفه دايما موهبه واعده، عنده افضل من كده، ممكن يبقى احسن من كده كمان، بس الفتره اللي فاتت لا مستواه اختلف، يعني تحس ان بقى نسخه مختلفه وعنده احسن من كده كمان وغيره من اللعيبه. ايه الشغل الجماعي والفردي اللي انتوا عملتوه فورى للناس الفرق الكبير ده؟ هو شكري لعيب كبير وفي لعيبه كتير في الفرقه لعيبه كبار. الحاجه اللي بتشتغل معاه مع اللعيبه فرديا ان انت بتحاول قدر الامكان تستغل امكانياته في طريقه اللعب بتاعتك. فشكري عنده امكانيات معينه في حاجه في يعني هو بيلعب فيرود معانا، في حاجات هو بيعملها غير تقليديه خالص بالنسبه للفيرود، فاحنا بنحاول نستغلها في طريقه اللعب بتاعتنا. بنحاول نستغلها في الاستحواذ، ان هو بيساعدنا كتير قوي في ان هو نستحوذ على الكوره في حته معينه مختلفه من الملعب، مش نستحوذ عند 18 بتاعتنا، لا نستحوذ عند الفرقه الثانيه. فشكري لعيب كبير معانا، فخر لعيب كبير، مدبولي، كلهم ما شاء الله يعني لعيبه جامدين جدا. فانت بتحاول تحط كل لعيب في المكان اللي هيخليه هو نفسه اللعيب مستريح في المكان ده، وفي نفس الوقت يفيد الفرقه في الشكل اللعب اللي احنا عايزينه. تمام تمام. واللعيبه بقى الاستجابه بتاعتها او المرونه بتاعتها في ان هم يطبقوا الكلام ده، ما زي ما بقول لك احنا كنا محظوظين ان اللعيبه فعلا امكانياتها كبيره، ومش امكانياتها مهاريا بس، لا يعني اللعيبه نفسيا قادرين ان هم يلعبوا تحت ضغط. لعيبه كلهم لعبوا في مستوى، يعني على فكره ده ما كانش الكلام قبل ما كابتن ايهاب يجي. تمام. ما ده اللي انا قلته له. كان الكلام غير كده خالص، انه الاسماعيلي عنده مشكله في اللعيبه وان اللعيبه دي لا تليق بارتداء فانيله الاسماعيلي وما عندهمش الطموح، ويعني كل الكلام السلبي اللي في حاجه ولازم اللعيبه اللي تتغير. كان الكلام فعلا كده. الحمد لله دلوقتي يعني كرم ربنا ان دلوقتي الكلام بتاع الجمهور نفسه على اللعيبه بقى مختلف تماما. كلام بقى ان شكري نجيب لازم يروح المنتخب، ان حسين السيد مستواه اختلف تماما، ان فالكلام نفسه اختلف، ان واحد زي محمد حسن عامل اداء هايل، لعب معانا السبع ماتشات في شهر 5 90 دقيقه ستاندنج، ما قعدش ماتش واحد. فدي حاجه اصلا يعني مش سهله خالص. طب بمناسبه اللعيبه، وطالما اتكلمنا عن لعيبه بشكل يعني فردي، في لعيب انا بحبه جدا جدا وبشوفه واحد من اللعيبه اللي عنده امكانيات كبيره جدا وما طلعش ربع اللي عنده، محمد صادق. تمام. محمد صادق لعيب جامد جدا جدا، يعني المفروض كان يبقى دلوقتي واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم منتخب مصر. تفهم يعني. انت ايه بتفهم؟ الله يكرمك يا رب. ربنا يعزك. محمد صادق لعيب كبير. محمد صادق هو لعيب اصلا في المنتخب الاولمبي، وانا يعني رايي انا الشخصي ان هو ممكن يكون من احسن لعيبه في مصر الفتره الجايه، لان هو محمد صادق يقدر يلعب في كذا مكان، عنده مجهود رهيب، يعني مجهود بيقدر والكرة سلسة كده معاه، كرة تحت رجله سلسة. ما كرة تحت رجله سلسة، تحت الضغط ما عندوش مشكلة خالص تحت ضغط، وفي نفس الوقت يقدر يعمل لك حاجة يعني فيها ابتكار أو حاجة فيها إبداع. صح. مش متوقع. ودي مش يعني مش عند كل اللعيبة. مظبوط. طب إيه بقى؟ إحنا كده ده كله إحنا متفقين عليه. ما هو ماذا أنا قلت لك، هي نفس الحاجة. محمد صادق هو نفس اللعيب اللي كان موجود. لا بس يعني أنا شايف محمد صادق حتى بالوضع الحالي لا هو عنده أحسن من كده. هو يعني شايف ايه النقط اللي محتاج محمد صادق يشتغل عليها مثلا؟ يعني المشكله احنا لما جينا الاستمراريه، بس ان هو يبقى موجود في الفرقه بشكل مستمر. احنا لما جينا كان عنده اصابه، فحاولنا ان احنا ندخله واحده واحده، بعد كده بقى موجود معانا، جاله كورونا، جاله مسحه جات له ايجابي، فخرج ماتش ورجع. ففي الماتش قعد اربع او خمس ماتشات او اربع او خمس ايام مش موجود في الفرقه، ما بيتمرنش علشان معزول، ف اثرت عليه. انا شايف ان هو لو ما كانش غاب الخمس ايام دول وغاب الماتش ده، كان اداؤه هيختلف شويه. وللاسف هو الماتش اللي فات خرج مصاب بين الشوطين بتاع الزمالك. تحس ان اصاباته كتير؟
لا هو تاني زي ما بقول لك هو كان يعني ال 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 لا انا ما بتكلمش الفتره اللي فاتت، اتكلم حتى في فتره قبل كده كمان كان عنده اصابات كتير. هل ممكن يكون عنده مشكله مثلا في نيوتريشن، مثلا تغذيه، في حمل بدني؟ هل محتاج يغير شكل من بص او شكل يعني نمط من انماط حياته مثلا الشخصيه عشان يبقى بيتلافى الاصابات؟ هو محمد محترف، لعيب محترف يعني بيحافظ على نفسه كويس. حاجه من الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها في التدريب شويه في الشغل مع كابتن ايهاب، ان احنا بنشتغل بطريقه علميه قوي. يعني كابتن ايهاب بيحب يشتغل ما فيش حاجه بتتعمل باي ذا بوك. والحته بتاع الحته بتاعه الاحمال وتقنين الحمل عامه او تنظيم الحمل هي حته علميه ما فيهاش يعني، هي فيها صح وغلط مش اراء قوي يعني. فاحنا بنشتغل فيها وبنركز فيها قوي بالذات في المحافظه على نسبه الاصابه، وده شغل بحاول اعمله مع كابتن ايهاب. وحاجه من الحاجات اللي مفرحانا عامه يعني ان احنا لعبنا 7 ماتشات في 27 يوم والحمد لله ما فيش حد حصل له حاجه بالنسبه لاصابات عضليه يعني. فدي حاجه من الحاجات اللي اللعيبه نفسها كانوا مبسوطين ان هم قبل كده ما كانش يقدر يعمل ده. طبعا اخر ماتش كان الموضوع مش قادرين كانوا تعبانين جدا، بس في الاخر قدروا ان هم يادوا، قدروا ان هم المعدلات البدنيه حتى احنا بنقيس اللعيبه بيجروا قد ايه بالجي بي اس، فالارقام ما اختلفتش يعني بيعملوا نفس الارقام اللي عملوها من يوم واحد. اكتر ماتش او اكتر فرقه عشان نبقى يعني ادق، تعبتك في التحليل بتاعها او شفت ان هي فرقه تبقى مزعجه بالنسبه لكم في الملعب؟ كل الماتشات صعبه بجد يعني مش كلمه وخلاص، بس فرقه ممكن تبقى اسلوب لعبها طريقه لعبها يعني يصعب عليك الجيم. هو كل الفرق لما بيجوا احنا بنتوقع بقى الفرق هتلعبنا ازاي كمان فكل الفرق لما بيجوا يلعبونا عاده عارفين ان احنا هنحضر الهجمه بطريقه منظمه، فكل الفرق بتضغط علينا مع ان ده ما بيكونش طريقه لعبهم عاده يعني ممكن يكون هو بيلعب جيم عادي في نص الملعب، بس لما هيجي لعب فرقه كابتن ايهاب ماسكها النادي الاسماعيلي بقى اي نادي بيقول لا انا لازم اضغط على الفرقه واغلط اللعيبه وكده، فالفرقه اصلا واحنا بنحللها برضو وهم بيلعبوا الفرقه الثانيه غير وهم بيلعبونا بيعملوا حاجه مختلفه تماما. نادي الزمالك مثلا من الفرق اللي واحنا يعني وانا بتفرج على النادي عندهم امكانيات فرديه، انا بالنسبه لي امكانيات فرديه كبيره جدا وتقدر تعمل الفرق في ماتش، وده اللي بيحصل عامه الفتره اللي فاتت كلها ان عندهم لعيبه بتقدر ان هي تخلص الماتشات. فغير الفرق الثانيه، الفرق الثانيه بيبقى محتاج ان هو يكون منظم جدا ويكون محافظ على الطريقه اللي هو بيلعب بيها. فالماتشات كلها صعبه، بس من اصعب الماتشات كان الزمالك واسوان عندنا. الزمالك واسوان، اسوان عندنا كان ماتش صعب جدا جدا، لان فرقه اسوان فرقه منظمه جدا وبيقدروا يجيبوا اهداف باي شكل يعني، ممكن كاونتر اتاك، ممكن من كور ثابته، وهم مميزين جدا السنه دي كمان في الكور الثابته. فبيبقى صعب جدا ان انت تلعب ضد فرقه ومش عايز تديها اي هدايا، والهدايا هنا كورنر، فاول على ال 18، الحاجات دي بتبقى بالنسبه لهم هدايا. فالحمد لله يعني ماتش اصلا قدرنا نكسب، بس جه فينا جونين الحمد لله مش من كور ثابته، بس جونين بنالتي وكوره في الاول جت جون اشرف جابها جون كويس. اخيرا علي، ماتش الزمالك تحديدا الناس استغربت من اداء الاسماعيلي بعد النقص العددي في صفوف نادي الزمالك، كانت متوقعه ان الاسماعيلي هيسيطر اكتر من كده، هيبقى عنده خطوره اكتر من كده. هو احنا فعلا سيطرنا ودي حقيقه، بس بدون خطوره، بدون شراسه على المرمى يعني. بدون شراسه على المرمى قدرنا نصنع فرصتين مثلا واحده الفخر واحده لشكري بدماغهم، واحده لشكري في اول الشوط الثاني خالص لف وشاطها من على 18 دي، فدي كانت الفرص يعتبر، ما قدرناش نصنع فرص كتير زي العادي بتاعنا. بس الطرد يعتبر ممكن يكون فاد الزمالك اكتر ما فادنا، لان الزمالك كان في حاله الطرد كانوا كسبانين 1-0، وقدر ان هو خلاص هو خد الحاجه اللي هو عايزها من الماتش، وقدر ان هو خلاص انا مش محتاج اجيب جون تاني، انا محتاج احافظ على الجون ده ودفعه يعني بنظام كويس، بنظام كويس جدا وبروح عاليه يعني. صحيح. فده يعني الطرد ممكن كان مضر لينا اكتر ما هو مفيد يعتبر يعني. فالحمد لله يعني كان ماتش كويس، والحمد لله ان احنا خرجنا من الماتش يعني بالشكل ده يعني. النهارده في اجتماع ما بين ممثلي الانديه واتحاد الكوره، نفسك في ايه بقى بالنسبه لضغط الماتشات الفتره اللي جايه؟ هو الجدول مبعوت لنا اصلا ان عندنا شهر 6 ماتش واحد، شهر 7 ماتش واحد برضو، وبعد كده هنبدا نضغط تاني من اخر شهر 8 وشهر 9 كله. مش عارف هم هيعملوا ايه يعني، لان في فترات توقف دولي فغصب عنهم يعني في فترات توقف الدولي مش هيبقى فيه لو استقروا ان هيبقى فيه ماتشات وقت الاولمبياد تبقى فيها مشكله بالنسبه للاسماعيلي؟ لا ما اعتقدش هيبقى فيها مشكله خالص، المفروض
المفروض يعني رايي انا الشخصي كل الفرق يعني تمشي في الاتجاه ده لانه هيريح كل الانديه بالذات يعني انديه زي بيراميدز والاهلي اللي بيلعبوا في بطوله افريقيا لسه مستمرين عندهم ماتشات تانية والتزامات تانية ونادي زي الاهلي عنده لسه 15 ماتش في الدوري لسه ما لعبوش فيعني هيبقى صعب قوي قوي ان الدوري يخلص في وقت يعني قبل 30/9 ولسه فرقه لسه ما لعبتش هيأثر كمان على الموسم اللي جاي هيأثر زي الموسم ده صحيح نفس الكلام صحيح علي شرفتني ونورتني ودايما بستمتع وانت موجود معانا ربنا يخليك وموفق ان شاء الله مع كابتن ايهاب جلال وكل التوفيق ليك ولكابتن ايهاب جلال وفرقه النادي المصري فرقه النادي الاسماعيلي العزيزه علينا كلنا يعني مش هتلاقي حد في مصر كلها ما بيحبش الاسماعيلي برازيل مصر وافريقيا طبعا الاسماعيلي حاله مختلفه صحيح. حاله مختلفه في البلد نفسها والجمهور وحاله مختلفه تماما بصراحه عن اي فريق يعني شرفتونا ونورتني علي ربنا يخليك شكرا جزيلا ليك ربنا يخليك شكرا بعد الفاصل معنا نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد عامر بعد هذا الفاصل خليكم معنا بنرحب بحضراتكم مره تانية ومشرفنا ومنورنا نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد عامر كابتن عامر مساء الفل على حضرتك مساء الفل شرفني ومنورنا ربنا يبارك فيكم اخبار حضرتك ايه والله الحمد لله الحمد كله لله. تمام تمام الحمد لله ايه حكايه ان كابتن محمد عامر كان ملقب بالجندي المجهول دي هو طبعا الحكايه كان يعني هو ان الجهد عالي جدا في الملعب وفي ناس كتيره قوي حاسه بهذا الجهد وناس اكتر مش حاسه بهذا الجهد فطبعا الجندي المجهول دايما بيبقى ورا الكواليس يعني جهده عالي و بس مش محطوط في الاضواء وانتاجه عالي جدا بس مش باين قوي للناس وهي بترجع لان انا لما جيت من كفر الشيخ انا كنت جاي راس حربه اساسا انا جاي راس حربه ومستر هيدوكوتي قال لي انت هتلعب هاف ليفت بالرغم ان انا ما بلعبش بشمالي بس انا بلعب بيميني وشمالي بس في جيلكم يا كابتن عامر سواء في الاهلي وفي الزمالك كانت متكرره القصه دي ان تلاقي ناس بتلعب ناحيه الشمال وهم اساسا مش أشول يعني مش اشول فانا جاي من كفر الشيخ وعايز العب في النادي الاهلي فطبعا كون ان انا اقول له بقى لا ده انا بلعب راس حربه انا ما بلعبش هاف ليفت ما بلعبش مش عارف ايه حلم النادي الاهلي هيروح فانا عاوز العب قلت له هلعب ولعبت واول ماتش كمان لعبته في النادي الاهلي او اول ماتش كامل انا لعبت ربع ساعه ليا كانت ضد المصري في بورسعيد والماتش اللي بعديه كان جود بلبيس في استاد القاهره وانا كنت عارف ان انا في ال 16 كان ايامها 16 مش ال 18 فكنت عارف ان انا في 16 بس مش انا قاعد احتياطي بره زي ماتش المصري ف جاء يوميها مصطفى عبده جاي قال لمستر هيدوكوتي انا عندي الضمه بتوجعني قمت من النوم لقيتها بتوجعني فانا مش هقدر العب ومصطفى موجود المفروض هيلعب بيبدا الماتش فلقيت مستر هيدوكوتي احنا بنيجي تحياتي طبعا الجزيرة. المجري كابتن مصطفى عبده طبعا الكبير الجميل ده انا هقول لك على الموقف الماتش دوت عمل في ايه في مصطفى عبده يعني مستر بس هو مصطفى عبده كابتن مصطفى عبده كان بيلعب ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال بيلعب بيلعب وينج رايت ما انا بقول لك انا خلاص الراجل ده وظفني في هاف ليفت وكنت بلعب في الماتشات الوديه العب هاف ليفت العب هاف ديفندر كده يعني الحته الشمال موجود فيها في يوم الماتش اللي انا هلعبه من الاول حصل ان مصطفى عبده جاي مصاب من بيته فلقيت مستر هيدوكوتي احنا يعني لما بنروح النادي الاهلي في الجزيره بنحط شنطنا في اوضه اللبس وبعدين نتوكل على الله على المطعم عشان نتغدى الساعه 11 والساعه وبعدين نروح نرجع ناخد المحاضره ونطلع بالاتوبيس على استاد القاهره بنلعب الماتش الساعه 3 فلقيته هو جاي ورايا وانا بحط شنطه اللبس قال لي تعالى معايا مشي معايا لغايه المطعم قال لي انت النهارده هتلعب وينج رايت فبصيت له وانا كنت راس حربه بقيت هاف ليفت انت عايز مني ايه يا عم؟ فمصطفى عبده النهارده مش هيلعب وانت هتلعب وقعد يفهمني بقى واجبات مركزي اعمل ايه واخلي ايه واسوي ايه. لعبت الماتش دوت لعبنا اولا كسبنا 3-0 انا جبت جول والخطيب جاب جولين وعملت الوينج رايت كما الكتاب بيقول انا اول مره العب في هذا المكان يعني بس كان توفيق ربنا معايا يعني طبعا مصطفى عبده كان قاعد بره
ضمه خفت طبعا. لا لا فكان قاعد معاه احتياطي بره، كان قاعد احتياطي طاهر الشيخ وصفوت ابو حليم، وقعدوا بقى يشتموه قالوا له بس جالك اللي هيقعدك. شوف الماتش ده عمل فيه ايه. جاله غيره على نفسه بشكل بشكل رهيب جدا. ضمه خفت طبعا. طبعا الغيره الايجابيه دي ان انت عاوز تبقى حاجه كويسه طبعًا وتبقى غيران. دي مطلوبه طبعا. دي مطلوبه جدا يعني. طلع احسن لعيب في مصر في هذه السنه. وانا لعبت بقى اتنقلت مكاني، رجعت بقى تاني دكوتي بقى مرمطني قاعد بقى يحطني وينج رايت مره وينج ليفت مره. طب بمناسبه المدربين يا كابتن عامر، انت اشتغلت مع مدربين كتير، مين اكتر مدرب انت ارتحت معاه؟ مستر هيديكوتي ده من بالرغم من كل اللي عمله فيك ده. أيوة كابتن عامر. ايوه لا ده هو لما كان بيحطني في مكان كنت بقى وجيت فيه. ما هو في الوقت ده قالوا عليا ان انا الجندي المجهول. لان انا يعني هو بيحطني طبعا في كل 3 4 ماتشات في مكان شكل. فطبعا على بال ما اجيت في هذا المكان باخد وقت. صحيح. لكن جهدي ظاهر. وكنت بلعب على طول يعني. إن اول ماتش اللي لعبته بتاع جود بالبيز دوت انا لعبته بعد 4-5 شهور، لان انا لما جيت من كفر الشيخ للنادي الاهلي الحمل التدريبي اختلف. انا كنت بلعب في كفر الشيخ، كنت في طبعا في كل في كليه التجاره. وبعدين اروح تمرينه الثانيه والعب الماتش وشكرا. النادي الاهلي كل يوم وصبح وبعد الظهر وفي تدريبات تخصصيه لكل خط من الخطوط. ويعني حسيت ان انا جسمي نمل من الشغل. ما هو انا مش متعود عليه. صحيح. على بال ما جسمي تكيف على الجهد دوت وبقيت مؤهل ان انا العب، لما حطيت رجليا في الملعب ما خرجتش. انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي، لعبت 206 مباراه محليه و50 مباراة أفريقية، لعبت طبعا الحمد لله منتخب مصر. طب بمناسبة أفريقيا كابتن عامر، أنت كسبت مع النادي الأهلي لقبين غاليين جدا في بطولة أفريقيا. أيوة. إيه اللقب الأغلى بالنسبة لك؟ الأغلى 82. 82. 82 كانت أول بطولة أفريقية تخش النادي الأهلي. بعد كده إحنا قصينا الشريط بقى لأبو تريكا وبركات والمجموعة الجميلة اللي جت بعد كده. لما نعم؟ الأجيال بقى اللي جت بعد كده. اللي جت بعد كده. يعني هي أغلى من 87. بس دي اغلى. لا اغلى. دي اول بطوله ياخدها النادي الاهلي، لان قبل كده دخلنا بطولات افريقيا وفي واحده اتلغت بسبب وفاه السادات، وفي واحده تانية ده مش عارف كان في ايه ظروف كده مش فاكرها بالظبط يعني. لكن البطوله دي احنا خدناها من فريق عملاق. صحيح. كوتوكو. صحيح. الوقت ده يا ابراهيم ما كانش فيه احتراف. والانديه كانت غنيه باللعيبه الجيده جدا. الانديه الافريقيه كانت غنيه باللعيبه. النهارده في احتراف، النهارده في اكاديميات لبرشلونه وريال مدريد في افريقيا، في غرب افريقيا بياخدوا اللعيبه المميزه، بيستقطبوا اللعيبه المميزه جدا من سن 15 سنه، ما بيستنوش عليها لما تبقى 20 سنه. صحيح. فانت كنت يعني كانت بطوله عريقه جدا. وكان معانا المدير الفني الله يرحمه كابتن محمود الجوهري. خدنا البطولة دي يعني كان ليه نظامه في شغله وفي تدريبه لينا. ليه دايما يا كابتن عامر أي لعيب اشتغل مع كابتن جوهري بيقول إنه في حتة تانية؟ يعني دايما كل الناس على مدار الأجيال اللي اشتغلت مع كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه بتقول إن الراجل ده في مكانة تانية، الراجل ده في منطقة تانية. وأنا بقول لك إن هو في حتة تانية فعلا. فعلا أنا استفدت منه كتير جدا. يعني أنا يعني أما بعد ما بطلت 87 اشتغلت في قطاع الناشئين سنة، رحت مع هو طلبني أبقى مساعد معاه وكان معانا فتحي مبروك. واشتغلت معاه خمس سنوات. بعد كده لما اشتغلت لوحدي أنا اشتغلت من خلاله. من خلال الحاجات اللي اتعلمتها منه. هو أولا هو نفسيا بيعمل لعيب كويس جدا، بيعرف يعمل تشكيل. ما هو التشكيل ده خلي بالك لو ارجع كده لكاس العالم 90 لما رحنا كاس العالم هناك. مين الناس اللي كانت موجوده؟ صحيح. ما كانش صحيح. حد متخيل ان الكابتن جوهري يختار العناصر دي. لكن العناصر دي كانت مكمله لبعض. ما هو انت لما تيجي تبني عماره
ما بتجيبش كل اللي هيبنوا العماره سباكين ولا كلهم نجارين ولا كلهم بنا ولا كلهم مهندسين. ايوه بتجيب ده وتجيب ده وتجيب ده عشان تسلم على المفتاح. صح. يعني اسمها تيم وورك ليه. صحيح. ان بيكملوا بعض. ده كان في سعد سليط موجود معاه موجود في من المنصوره. أيوة. جاب من المنصوره وجاب هشام عبد الرسول من المنيا. أيوة. وجاب عناصر كتيره. صح. بعيده عن الجيل اللي قبليه. الجيل اللي قبله كان يعني اهلي وزمالك واحد او اثنين من ولازم يبقى في توازن بين الاهلي والزمالك ولو جه شوقي غريب من المحله يبقى خير يعني وبركه. يبقى دي قصه ما ينفعش. كابتن عمر مثلا من الاتحاد بتاع كده كنت بتلاقي في مركز واحد خمس لعيبه. صح. وانت مش محتاج غير واحد. او اثنين بالكثير. لكن الكابتن جوهر عمل بيعرف يوظف اللعيبه. ده السبب يا كابتن عامر. دي نقطه مهمه جدا. ده السبب ان اجيال السبعينات في منتخب مصر ما حققتش التاريخ اللي يتلائم. أيوة. ويتوافق مع امكانياتها الفرديه. يعني انا الاجيال بتاعتنا لما تيجي تسمع على اجيال السبعينات يا نهار ابيض ده كان في لعيبه اسماء يعني مش في اهلي وزمالك بس. انت لو رحت طنطا هتلاقي فيها لعيبه عجيبه. ده كان حارس مرمى محترم كان ومنتخب مصر كان. المنصوره كان فيه 8 في المنتخب شال وصليت وثروت فرج ولعيبه يعني يعني لعيبه تقال جدا. المحله كابتن عمر عبد الله عماشه سعيد عبد الجواد. يعني مش عايز انسى حد لان كان فعلا الجيل دوت كان قوي جدا جدا بشكل لا تتخيله. احنا يعني انا الجيل ده احنا رحنا امم افريقيا في ليجوس في نيجيريا. وخرجنا من السيمي فاينل من الجزائر بضربات الجزاء. بنفس الجيل ده. الجيل ده برضو كان جيل قوي جدا. لكن شغل ده اللي كان يفرق بين كابتن جوهري واي مدير فني تاني. اي مدير فني سابق. صحيح. طالما اتكلمنا بقى عن المدير الفني تعالى بقى نيجي للنادي الاهلي دلوقتي والمدير الفني وبيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني الراجل ورقه وقلم 10 على 10. محدش يقدر يقول ان الراجل ده اخفق في اي حاجه. بس لسه في شعره ما بينه وما بين الجمهور في ناحيه الثقه. لسه تحس ان ما فيش اجماع عليه بقلب زي مثلا الاجماع اللي كان على مانويل جوزيه مثلا. ايوه. ايه السبب في ده كابتن عامر؟ مع ان الراجل مش مقصر في اي حاجه. يعني الراجل كسبان سوبر، كسبان دوري ابطال افريقيا، كسبان كاس يعني كل البطولات اللي دخل فيها وكسبها. بص تالت العالم في كاس عالم الانديه. مانويل جوزيه يعني كان معاه صفوه لعيبه مصر. يعني كل لعيب كان في حته كان بيجيبوها له. وهو مدرب كويس خلي بالك. انا ببخس حقه يعني. هو مدرب كويس جدا. لكن الظروف اللي عاشها مانويل جوزيه غير الظروف اللي بيعيشها موسيماني النهارده. موسيماني بيحارب كورونا. بيحارب اصابات، بيحارب اجهاد. موسم كل 72 ساعه ماتش. كل دوت موسيماني بيحاربه. يعني موسيماني في الماتش الاخير بتاع نهضه بركان عنده الناس اللي راجعه من الاصابات حوالي 4-5 بره. وهو برافو عليه ان هو نزلهم نزل خمسه. يعني هو غير كل تغييراته في هذه المباراه. الجمهور عاوز كل حاجه حلوه. هو الجمهور مش متعايش مع موسيماني مع اللعيبه. ما يعرفش ابراهيم جاي النهارده هيلعب. ابراهيم الفتره اللي فاتت كان شكله ايه في التدريب. هو اللي يعرف. موسيماني هو. صح. اللي يعرف. مش الجمهور. وبفضل الله هو ربنا بينصفه لان هو راجل صادق مع نفسه وبيواجه المشاكل. وانا سمعت له كم مره حتى في بطوله افريقيا اللي احنا ان شاء الله هنوصل هنلعب الترجي فيها وان شاء الله هنكسب الترجي باذن الله. الماتشات اللي كان فيها عسره وكنا رايحين لازم نكسب بره وكان يقول احنا هنروح نكسب ان شاء الله هنكسب وهنرجع. وكان وبيصدق فعلا. هو علاقته باللعيبه كويسه جدا. وده مهم جدا ان هو علاقته باللعيبه كويسه جدا. و الخطيب ومجلس الاداره مش سايبين الفرقه على فكره. المنظر انا شفته للخطيب انا عيطت. انا بكيت ان اللعيبه كلها تروح تسلموا الميداليات. يبقى بشايل كم من الميداليات على ده حب مش من فراغ.
يعني ده مجلس اداره اولا في انت ممكن تجيب مدرب يعني مش كفء قوي، لكن لما يحس ان في مجلس اداره في ظهره في قراراته بيديله الثقه فانت ضد يعني انت ضد كابتن عامر اي انتقاد لموسيماني في الوقت الحالي؟ لا خالص، شايف ان الراجل ما ينفعش يتم انتقاده. انتقده ليه؟ ده الراجل كل بطوله بيدخلها بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مش عايزين نحسده، بياخدها وفي كلامه الاخير مع اللعيبه بعد كاس السوبر احنا رايحين لسه الترجي وهنرجع للترجي عندنا بعد كده، عندنا كاس مصر في كده، عندنا الدوري يعني الراجل اقفل صفحه واقفل، بيخش على الطموح اللي بعد كده. ايوه، لان هو من مصلحته ان هو يحصد بطولات، لان رصيده كمدرب وتاريخه طبعا بيقول ان هو لما راح النادي الاهلي خد 10-12 بطوله. وانت شفت كابتن عامر هو بعد 3-4 شهور مع النادي الاهلي جاله مدير فني جنوب افريقيا فطبيعي اي مدير فني بيجي الاهلي والزمالك يعني هو كان شغله باين، مشوار حياته بيختلف تماما من خطوه الاهلي والزمالك، يعني بعديها بيبقى غير قبليها خالص بصراحه. طبعا طبعا كل المدربين اللي جم، وبعدين النادي الاهلي نادي معروف عالميا النهارده، يعني النادي الاهلي ممكن بطولتين كمان او ثلاثه يبقى هيتساوى مع ريال مدريد في عدد البطولات اللي خدها. واحده من التحديات الكبيره اللي قدام بيتسو موسيماني الفتره اللي جايه كابتن عامر، ولسه حتى كنا بنقول الخبر ده، هو غياب محمد مجدي قفشه بعد الاصابه اللي جات له، اللي هو الجزع اللي في الكاحل ده، وفي طبعا اصابه لمحمد هاني، بس اللي فارق قوي مع الناس وليهم حق هو قفشه، لان قفشه بقى عمود يعني ومسمار مهم جدا في فرقه النادي الاهلي. راي حضرتك ازاي يتغلب موسيماني على الغياب ده؟ لان في بعض الناس بتقول ان هو ناصر ماهر موجود يسد، وفي ناس تقول لك لا يغير طريقه اللعب يلعب 4-3-3 او 4-4-2. راي حضرتك ايه يا كابتن؟ لا انا ما غيرش طريقه لعب، انا عندي طريقه لعب بشتغل بيها، انا عندي اي نعم هيبقى في فارق بين الخبرات في بين ناصر ماهر وبين محمد مجدي قفشه، لكن انا شايف ان ناصر ماهر، انا عارف ناصر ماهر كويس، لان انا كنت في رئيس قطاع الناشئين 3 سنين، وده ابني من ابنائي يعني، من الناس اللي صعدتهم الفريق الاول لما كنت موجود. الولد ده حاجه هايله جدا، وبعدين خد خبرات برضه هو طبعا في لانه سموحة. لعب في سموحه، هو كان شايل فرقه سموحه، كان نجم فرقه سموحه، كان ما شاء الله عليه يعني، ولعيب بس يعني الناس بعض الاخبار بتقول ان هو عصبي شويه، يعني انفعالاته ممكن لا تكون حد عصبي، ما لو حس انه بره الفرقه يعني بيقلب وشه بيبقى زعلان. بص، اللي ما يزعلش انه يبقى بره الفرقه يبقى ما عندوش دم طبعا يا كابتن عامر، بس في زعل ممكن يخليك تبعد عن الفرقه، وفي زعل يخليك تغل في التمرين عشان تبقى موجود. صحيح، ما هو يعني دي لو في اتمنى انه يتخلص منها، لان يعني احنا بس انت حضرتك مرنته هي في الحته دي يعني؟ لا انا ما مرنتوش. انا كنت رئيس قطاع الناشئين عليه، وكنت بشوفه في الملعب، وكان بيلعب على طول، ما كانش فيه مشكله. ايوه، انت فاهم، لكن المشكله دي ممكن تكون بانت بعد ما يكون هو شايف ان نفسه ان هو احسن من اللي بيلعب، فالنجم سموحه فجه برضه الاهلي ما ياخدش فرصه، فزعل شويه كده. لكن هي لو هي فيه وهو ما بيحطش همه في التدريب عشان يرجع تاني هتخسره كتير. واعتقد ان دي فرصه جيده جدا لناصر ماهر، يعني فرصة هايله، يعني هيجي له مثلا، هي فرصه طبعا هايله بس فرصه صعبه. طبعا لبالك طبعا يعني طبعا هو برضو طبعا يعني لو قدر ان هو ينجح فيها هيبقى عندنا 2 قفشه كويسين جدا. فهو يعني هو انسب واحد يتحط في لكن ما نغيرش طريقه اللعب. لا، ما غيرش طريقه اللعب طبعا. انا بلعب بطريقه لعب بقالي 2 سنين اهوت، اجي النهارده عشان واحد اتصاب اغير طريقه لعب؟ لا، مفهوم. ده مش مظبوط، هيبرجل اداء التيم خالص يعني. مكملين كلامنا مع نجمنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده كابتن محمد عامر، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا. نرحب بحضراتكم مره ثانيه كابتن عامر، مستمرين في حديثنا مع حضرتك عن النادي الاهلي. من اللعيبه اللي على مدار الفتره اللي فاتت دايما في كلام حوالينه هو حسين الشحات. راي حضرتك ايه في مستوى حسين الشحات، وايه مشكله حسين الشحات؟ لا، مشكله حسين الشحات ما اعرفهاش، اللي يعرفها المدرب ويعرفها النادي، بس هو حسين الشحات لعيب لا غبار عليه، لعيب كويس جدا جدا جدا، لكن الفتره اللي فاتت
مستواه قلل بشكل كبير جدا. ما تعرفش ممكن يكون فكره مشغول بحاجه، عنده مشاكل، ودي لازم يحلها النادي. يعني حسين الشحات من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، وده انت جايب مبلغ كبير. سيبك من المبلغ اهم حاجه قيمه اللعيب نفسه في الملعب وتاثيره في 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 الملعب. لكن هو حسين الشحات في الفتره الاخيره مش حسين الشحات اول ما جه، يعني حسين الشحات بمستواه العالي جدا الاول ما جه، وكان بتلاقيه عنده حلول في التلت الاخير من الملعب بشكل رهيب جدا. النهارده حسين الشحات بقى التفكير عنده متضارب، فتلاقيه الكور عنده ميس باس كتير جدا في الملعب. فده لازم، يعني حسين انا بقول له ان هو لازم يعني لو في مشاكل ارميها على جنب، عشان ده الملعب وده مستقبلك، والنادي الاهلي محتاجك، والنادي الاهلي مش لا غنى عن حسين الشحات في الملعب. محمد شريف هو احسن مهاجم في مصر حاليا في الدوري المصري؟ يعني انا بقول كمان وباكد الكلام ده وباكد كلامك انه احسن مهاجم في مصر بالهدف اللي فات. هدف نادي البركان ده، بص يعني سيبك من انه هدف، لكن هو حاسس بالثلاث خشبات حواليه. صحيح. يعني هو استلم وظهره للجول وعارف ان هم لما هيلف كده هيحطها فين. يعني مش راس حربه طبيعي. صح. ده راس حربه فعلا موهوب، بيلعب بيمينه بشماله، بيلعب بيمينه بشماله وعنده احساس بالمنطقه اللي بيتحرك فيها. صح. عنده احساس بالناس اللي جايه من تحت، ازاي بيوسع لها، ازاي بيتحرك، تحركاته واعيه جدا. اعتقد ان هو ومعاه صلاح محسن هيبقوا احسن اتنين راس حربه في مصر. النادي الاهلي محتاج تدعيمات يا كابتن عامر؟ اعتقد ان النادي الاهلي السنه دي هيفلتر شويه من اللعيبه، وهيجيب لعيبه مؤثره شويه، ممكن حد في نص الملعب، حد كنت لسه هسال حضرتك ابرز المراكز اللي في وجهه نظر حضرتك محتاجه تدعيم ايه؟ والسردباكات، لان هو يعني شويه بيلعب ايمن اشرف سردباك، ساعات بيلعبوا باك ليفت. يعني حته السردباك دي ناقصه شويه، عايزه تدعيم باثنين او ثلاثه لعيبه كويسين غير ياسر ابراهيم ورامي ربيع وبدر بنون. يعني ممكن سمير. واحد او اثنين. واحد كمان لان احنا بص احنا ده فرقه بطوله. ولازم يبقى الدكه بره قويه. مش احنا بنلعب على ان احنا هنقعد في الدوري الممتاز ولا بنحسن من مركزنا، لا ده احنا بنلعب على بطولات. النهارده النادي الاهلي واخد بطولة السوبر، عايز ياخد بطولة الكاس، عايز ياخد بطولة افريقيا. يعني بيدور على بطولات. فعشان يبقى انا ما يعني ما اعرقش زي بالكلام الدارج بتاعنا، يبقى لازم الدكة اللي بره تكون قوية جدا. لما ياسر ابراهيم يحصل له اي يبقى في بديل جاهز، في بديل وبديل قوي تمام زي بـ 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 بنفس مستوى الراجل اللي بيخرج. المنافسة على بطولة الدوري يا كابتن عامر شايفها في أفضلية الفرقة عن التانية؟ يعني في أفضلية الزمالك على الأهلي أو الأهلي أو الزمالك، ولا لسه احنا مستمرين لغاية نهاية الموسم؟ لا هو احنا مستمرين لغاية نهاية الموسم، بس الأفضلية حاليا للزمالك. الزمالك النهارده النادي الأهلي لسه ليه ست مباريات ما لعبهمش. ووارد جدا إن بإذن الله إن النادي الأهلي يكسب ست مباريات. وهيبقى هيعدي الزمالك أربعة بونت. فاحنا في الوقت الحالي الزمالك الاول، لكن الاهلي ليه مباريات مؤجله. لو كسبها هياخد الدوري، وان شاء الله هناخد الدوري. لو بنتكلم على اللعيبه اللي كنا بنتكلم من شويه كابتن عامر على قفشه، ومين اللعيب اللي ممكن موسيماني نصر ماهر يعني يعوضه؟ انت قلت نصر ماهر. محمد هاني بتشوف الافضل ايه، احمد رمضان مكم ولا مين؟ والله احمد رمضان كان بيأدي هذا المكان كويس جدا. خلي بالك احمد رمضان بيكم اصلا سرد باك، وسرد باك محترم جدا. صحيح. وهو حتى لما لعب ماتشات في الباك اليمين يا كابتن عامر لعب ماتش، يعني كجزئيه دفاعيه عنده قويه جدا. قويه؟ لا قوي، هو 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 سرد باك قوي. ولما طلع اعاره بره كان في هذا المركز بشكل جيد جدا. يعني انا طبعا انا بحيي النادي الاهلي ان هو اللعيبه دي بتطلع اعاره وترجع، بتاخد خبرات وبترجع.
ف يعني بيك اب هيبقى في المكان ده كويس جدا جدا يعني. كابتن عمرو اعرض لك شويه صور فيهم بعض الاختيارات وقول لي اختيارك فيهم ايه. ماشي اتفضل. اول صوره، مين اللعيب اللي انت كنت تتمنى تلعب جنبه كابتن عمرو؟ صالح سليم، محمد بركات، وليد صلاح الدين. ده انت بتحطني في كابتن صالح طبعا. كابتن صالح طبعا كابتن صالح. خلي بالك كابتن صالح يعني كرئيس نادي حاجه جامده جدا، كلنا بنحتدي بخطواته ومبادئه. كابتن صالح انا تعرضت لموقف، كنت ماسك اسوان وكنت جاي اخد لعيب، قلت له فقلت له انا كابتن، كنت دخلت على مدير النادي، كان مدير النادي القيعي ساعتها وكانوا قاعد عنده كابتن صالح وكابتن طارق. فقال لي ايه انت جاي هنا ليه؟ قلت له انا عايز لعيب من عندكم من هنا يا كابتن وبتاع. قال لي ايه لعيب مين؟ قلت له فلان وعايزه بالقسط. مات على روحه من الضحك. فقال لقيعي شوف يا قيعي، شوف عامر عاوز ايه واعمل له اللي هو عاوزه عشان نشرفه عند الصعيده في مصر. جاء كابتن صالح. كابتن صالح رحمه الله عليه. لكن انت الاثنين التانيين طبعا الاثنين جامدين يعني، وكنت اتمنى برضو قلع يعني. خلي بالك بركات، وانا في قطاع ناشئين مدرب انا والكابتن عمرو ابو المجد جبناه من نادي السكه الحديد ب 50,000 جنيه ساعتها. 50,000 جنيه دي كانت مبلغ كبير جدا، وهو من اللعيبه الموهوبه، كان بيلعب فريق اول وهو عنده 14 سنه. صلاح الدين الاثنين دول يعني، ووليد صلاح الدين انا كنت بلعب راس حربة، كنت اتمنى ان حد يغذيني. وليد كان من اللعيبه الجامده. ده احنا قلنا هنا بطولة 82 وبطولة 87 يا كابتن عامر. وانت قلت بطولة 82 هي الاغلى بالنسبة لك. صح اول كده؟ بطولة يعني. احنا بعد كده خدنا بطولات معنا. انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي. واخد 7 دوري، 6 كاس، 5 افريقيا. ما شاء الله. منهم 3 خدنا احتفظنا بالدرع. اللي هو 3 دوري و2 تاريخ كبير يا كابتن عامر. الحمد لله يعني. اخر صورة معانا، لو الثلاث لعيبه دول هتختار منهم لعيب يكون موجود معاك في جيل الثمانينات، تاخد مين؟ علي معلول، اليو ديانج، افشه. اليو ديانج. اليو ديانج هيلعب على مين بقى في جيل الثمانينات؟ لان افشه ده كان عندنا يعني لعيب احرف منه. مش احرف منه، احرف واحد كان في مصر كلها. مين؟ صفوت عبد الحليم. كابتن صفوت. ده كان يلعب على مجدي عبد الغني. هيزعل منك كده كمان. لمجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني حبيبي. مجدي عبد الغني ده من اللعيبه اللي مجتهده جدا، وفعلا حط اقدامه بشكل كبير جدا. صحيح. في وسط جيل عمالقه. صحيح. كابتن عامر احنا كان كل الاحترام يعني. طبعا كان سؤالنا النهارده لجمهورنا على السوشيال ميديا، مين التشكيل الامثل بالنسبه لهم والانسب لمنتخب مصر في الوقت الحالي؟ تعال نشوف كده قالوا لنا ايه ونعرف راي حضرتك. طيب ماشي. انجينيرنج ابراهيم عمران، وجهه نظري ان افضل تشكيل لمصر الشناوي احمد ايمن، الونش، حجازي، محمد هاني، السوليه، النني، افشه، صلاح، رمضان، ومحمد شريف. زياد ناصر، عواد، ايمن، اشرف، الونش، حجازي، هاني، طارق، النني، طارق حامد والنني، احمد رفعت، افشه، صلاح، ومصطفى محمد. احمد طارق الشناوي بيقول حارس مرمى الشناوي، احمد فتوح، الونش، حجازي، محمد هاني، طارق حامد والنني، رمضان صبحي، عبد الله سعيد، محمد صلاح، ومصطفى محمد. كابتن عامر لو انت هتعمل لي تشكيل دلوقتي المنتخب مصر، شايف مين الافضل؟ هو هنحط باك ليفت ايمن اشرف، والونش شناوي طبعا حارس مرمى، وشناوي حارس مرمى والونش وحجازي، وان شاء الله محمد هاني اما يخف. تمام. وقدامهم السوليه و قلنا مين في نص الملعب؟ السولية، طارق حامد، النني. اختار بقى منهم انت، شوف هتلعب. بص هو السولية وطارق حامد والنني. التلاتة؟ التلاتة. لأن في بس كده هتلغي رقم 10 بقى يا كابتن عامر. السولية عنده يعني، لو انا هلعب بالتلاتة عشان أأمن نص ملعب. طيب. يبقى السولية عنده حتة ان هو بيتقدم وبيروح. وطرف يمين محمد صلاح. وطرف يمين محمد صلاح. الشمال بقى مين؟ شمال يبقى رمضان صبحي. رمضان صبحي. وفرود
مصطفى محمد شريف. ولا محمد شريف؟ محمد شريف. محمد شريف. محمد شريف. كابتن عامر شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيكم ويعزك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ابراهيم، متشكرين جدا. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم على الف خير باذن الله.